بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في كورس جديد. أحييكم أنا علاء أمين. الإنترنت والعالم الرقمي أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا، وإحنا كبشر بننقسم لقسمين اتنين مفيش غيرهم. إما إني أكون دارس أو بعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات عموما، الشخص التاني هو شخص لا يعمل في المجال، يعمل في مجال آخر أو مستخدم عادي. كلنا في النهاية بنشترك في إن إحنا بنستخدم العالم الرقمي بشكل دوري ويومي. عندنا صفحات تواصل اجتماعي، بنحصل على خدمات من خلال الإنترنت، بنشوف الأخبار وبنتواصل مع أصدقائنا من خلاله. يعني كلنا بلا استثناء بنتعامل مع العالم الرقمي. أنت لو دارس أو تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، تقدر تقول لي ايه الفرق بين الماك ادرس والماك موديلز؟ تقدر تقول لي ايه هو تريبل اي؟ سمعت اكيد عن مصطلح السي اي اي المشهور، تعرف ايه عنه؟ تعرف تفرق بين الحماية الفيزيائية والحماية التشغيلية؟ تعرف تفرق بين البيانات والمعلومات؟ ايه الهدف من تأمين البيانات او تأمين المعلومات؟ تعرف ان انت لازم تقفل الباب، ما تفتحوش ابدا؟ تعرف ان في كلب اللي تلت رؤوس؟ تعرف ايه عن وسائل التعرف على الهوية في العالم الرقمي؟ لو انت شخص غير دارس وغير متخصص ولا تعمل في المجال، يبقى اكيد عندك حسابات تواصل اجتماعي، فيسبوك، تويتر، انستجرام، واتساب وغيرها كتير. تقدر تقول لي انت بقالك كام سنة مشترك على فيسبوك؟ 4 سنين. كام صورة او كام فيديو حضرتك شيرتها على حسابك في خلال ال4 سنوات؟ تقدر تقول لي انت كنت فين من 5 شهور في اخر جمعة من ابريل الساعة 6 مساء؟ ليه لما بتدخل بعض المواقع يطلبك باكتر من وسيلة تحقق ولا يكتفي بكلمة المرور فقط؟ بيجيلك كود على التليفون علشان تدخل موقع معين انت بتدخله بشكل دوري، زي موقع البنك مثلا. العملية دي اسمها ايه؟ تتعمل ازاي؟ ليه جميع مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا بتتعامل معاك بشكل مجاني ومش بتطلب منك مقابل مادي او اشتراك شهري؟ تقدر تقولي المواقع الالكترونيه زي جوجل، فيسبوك، تويتر تعرف عنك ايه؟ وايه هي البيانات اللي ممكن تاخدها من خلالك؟ حجم الاستفاده من البيانات والمعلومات ديت؟ اسئله كتير واجوبه كتير هنتعرف عليها ان شاء الله في كورسنا في الطريق لامن المعلومات. كورسنا موجه للدارس وغير الدارس، للعامل وغير العامل في مجال تكنولوجيا المعلومات. هيكون مبسط وميسر، وهنستقي المعلومات اللي هنقولها في الفيديوهات ان شاء الله من منهج الكومبيا سيكيورتي بلس. هنتناول امن المعلومات ببساطه ويسر، وكل جزء من الاجزاء اللي هيتم شرحها في الفيديو احنا هنقوم بتلخيصها بشكل مكتوب ليسهل فهمها. بعد كده هنبدأ نعمل اختبار بسيط جدا نقيس بيه مدى الفهم او حجم الاستفادة اللي احنا حصلنا عليها من خلال الفيديوهات السابقة. نوعدكم ان شاء الله ان الفيديو هيكون مختلف تماما عن اي فيديو او مادة انت شفتها قبل كده تخص امن المعلومات والبيانات. احييكم انا علاء امين مرة تانية، واشوفكم في اول حلقة من حلقات كورسيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. أحييكم من علاء أمين في أول خطوة في الطريق لأمن المعلومات. هفترض يا شباب إن اللي بيتابعني دلوقتي أو اللي بيسمع الفيديو التالي هو شخص سمع الأسئلة السابقة في الفيديو السابق يعني، ولا يملك إجاباتها أو يملك إجابات على بعض الأسئلة وبعض الأسئلة لا يملك أو عارف الإجابات ولكن حابب يعرفها بشكل أو بآخر تاني يعني. خلونا نتفق قبل البداية إنه الموضوع اللي هنتكلم فيه موضوع مهم جدا، كلنا في النهاية بنتعلم. لا يوجد شخص أفضل من الآخر. في شخص عنده معلومات وشخص لا يملك المعلومات، ولكن في النهاية كلنا بنتعلم، يعني كلنا داخلين علشان نفهم ونتعلم. لذلك ان شاء الله الكورس ده هيبدأ من المعلومات الاولية من البدايات، او تقريبا خلينا نقول من الصفر.
هيخاطب الكل الجميع. طالما انت بتستخدم العالم الرقمي، بتستخدم الانترنت، بتتعامل مع بياناتك ومعلوماتك بشكل دوري او يومي، فاعتقد ان الكورس ده ان شاء الله هتستفيد منه. طيب ايه اللي يخلي الكورس ده بالذات مختلف او متميز عن الكورسات التانية؟ الحقيقة الكلام في امن المعلومات هو كلام تقريبا شق كبير جدا منه نظري، فالمتلقي او المستمع بيشعر بالملل، وممكن يبدأ مع كورس بيبدأ بداية قوية جدا في اول حلقتين، وبعد كده بيحس بملل او بفتور، لانه هو قاعد بيسمع بس، مفيش حاجة بيشتغلها بايده او مفيش حاجة بيشوفها بعينيه تخليه يشد انتباهه اكتر. ده طبعا غير ان المصطلحات والمعلومات والتعريف كتير جدا بطبيعة الحال يعني، فبرضه هتبقى ممكن تكون سبب في تشتت الانتباه او عدم التركيز او الملل. هنحاول ان شاء الله من ضمن الاختلافات اللي احنا حابين نقدمها في الكورس ده، ان احنا هنستقي امثله من الواقع، يعني اشياء احنا بنعملها بشكل يومي او بشكل دوري، وهنسقط عليها امثله ونستخدم المعلومات الوارده في الكورس عليها علشان يعني المعلومه توصل بشكل كبير. ده اختلاف من الاختلافات. من ضمن الاختلافات برضو انه ان شاء الله بعد نهايه كل شابتر او بعد نهايه كل جزء احنا حسينا ان احنا تناولناه بشكل كامل، هنبدا تلخيصه بشكل مكتوب، وانا هوزعه لكم، يعني انا هلخصه وهوزعه لكل المتابعين معانا ان شاء الله بشكل مكتوب، يبقى مرجع ليك لو حابب تكمل في الموضوع. يعني في ناس هتحب تكمل وتحصل على الشهادات اللي هي سكيورتي بلس، فبالتالي عايزه مرجع تستقي منه المعلومات او مرجع يكون تحت ايديها علشان للاستذكار و يعني رجوع المعلومه لمزيد من التذكر والفهم. فانا هتولى الموضوع ده ان شاء الله باذن الله. من ضمن الاختلافات برضو بتاع الكورس، وهي كتير يعني مش عاوزين نطول فيها، ان احنا ان شاء الله باذن الله بعد نهايه كل جزء هنعمل تيست كده بسيط جدا، او قياس معرفه بنقيس بيها مدى استفادة المتابعين معانا، هل استفدت من الكورس ولا لا، عبارة عن أسئلة وردت أو ورد شرحها في فيديوهات سابقة. ده لسببين، علشان نقيس مدى يعني حجم الاستفادة من الكورس، ده أول سبب. تاني سبب علشان نقرر إحنا هنستمر في المنهج كاملا ولا هنتوقف عند الجزء الأول. تمام كده يا شباب؟ خلونا نبدأ سريعا علشان ما نطولش، ونقول بسم الله. احنا موضوعنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الانفورميشن سيكيورتي او امن المعلومات. طيب امن المعلومات هو ايه؟ احنا طالما داخلين نفهم يعني ايه امن المعلومات، لازم نفهم التعريف الاول. ايه هو امن المعلومات؟ بيتكلم عن ايه؟ الحقيقه ان في اكتر من تعريف لامن المعلومات، لاكتر من مصدر، لاكتر من موقع، في كمان على الويكيبيديا تعريف لو تحبوا تطلعوا عليه، نفتح جوجل كده ونكتب تعريف امن المعلومات هيطلع لنا اكتر من تعريف. كلهم بيدوروا حوالين ان امن المعلومات هو الامن او المجموعه الاجراءات والسياسات اللي بتامن المعلومات والبيانات. تعريف تاني بيقول ان امن المعلومات هو العلم القائم بذاته علشان يامن لي المعلومات ومصادر البيانات او البيانات ومصادر المعلومات. في تعريف تالت بيقول ان هو مجموعه من التدابير الوقائيه اللي بتتيح لي تامين المعلومات والبيانات. فهنلاحظ ان كلمه المعلومات والبيانات اتكررت معايا في أكتر من تعريف. فأنت ممكن تسأل نفسك، معلومات وبيانات، طب هو في فرق بين المعلومة والبيان؟ ولا هم كلهم معنى واحد؟ والصحيح إن أنا أقول أمن البيانات ولا أقول أمن المعلومات؟ طب هل لو قلت أمن بيانات وحد تاني جاء قال لي لا ده أمن معلومات، أنا الصح ولا هو اللي صح؟ علشان نحل الإشكال ده يا شباب، تعالوا نفهم يعني إيه بيانات ويعني إيه معلومات، وهل هم فعلا مختلفين أو الاتنين بمعنى واحد. تعال ناخد المثال البسيط ده. أنا لو ماشي في الشارع، أو لو قاعد في البيت، أو لو في الشركة، ولقيت ورقة كده مكتوب عليها شوية أرقام، يعني لقيت مثلا 10 15 25 وهكذا، هل أنا فهمت حاجة؟ ما فهمتش أي حاجة، أنا اطلعت على شوية أرقام. طيب لو كان الأرقام دي مكتوبة بالشكل ده، 10 زائد 15 يساوي 25،
هل انا فهمت حاجه؟ ايوه انا فهمت لدي عمليه حسابيه نتيجها 25. في الاول انا اطلعت على بيانات، وفي الثاني بعد ما دخلت العمليه الحسابيه على البيانات دي طلعت لي معلومات. طيب مثال تاني، ناخد سامبل تاني علشان المثال بتاع الورق ده مش داخل دماغي بصراحه، ما فهمتش. طيب حضرتك حابب تعرف الطقس غدا، او مثلا مسافر من دوله لتانيه او من مدينه لاخرى، وحابب تعرف او تطلع على بيانات الطقس في المكان اللي انت رايح، هتفتح كده الموبايل بتاعك وهتفتح برنامج الطقس، صح كده؟ هيديك درجات الحرارة، تمام كده؟ هنتخيل ان انت بدل ما تعمل كده انت رحت رافع السماعة على مصلحة الأرصاد في الدولة اللي انت فيها وقلت له السلام عليكم، انا لو سمحت عاوز اعرف او اطلع على بيانات الطقس في المدينة التانية او بكرة شكله ايه. فهو قال لك 45 درجة شمالا، شمالي شرقي، اتجاه جنوب 43 عقدة، 65 بار، وراح قافل السماعة خلاص. حضرتك فهمت ايه؟ هو على فكرة ادالك بيانات الطقس وبدقة، ولكن حضرتك ما فهمتش اي حاجة. ليه؟ لان وانت بتفتح التليفون بتاعك علشان تطلع على بيانات الطقس انت فقط بتشوف درجات الحرارة اللي هي 30 35 الصغرى مش عارف كام، صح كده؟ لكن هل علمت ان بيانات الطقس ديت هي مجموع الضغط الجوي اللي ادهولك الموظف بتاع الارصاد، سرعه الرياح واتجاهها ودرجه مش عارف او وقت طلوع الشمس، الحاجات دي كلها، تمام كده؟ فبالتالي بيانات الطقس اللي هي الضغط الجوي ودرجه الحراره و مستوى الرطوبة وسرعة الرياح دي اسمها بيانات، كونت لك في النهاية معلومات الطقس اللي جال على التليفون أول ما فتحت التطبيق بتاع الويدر أو بتاع الطقس. فبالتالي البيانات ديت هي المادة الخام للمعلومات، المادة الخام اللي بالنسبة لي أنا مش مفهومة لو اطلعت عليها، مجرد شوية أرقام أو شوية حروف أو مجموعة من البيانات الغير مفهومة. تتفهم إمتى؟ وتبقى معلومات لما أبدأ أدخل عليها أي عملية، سواء بقى عملية حسابية، عملية هندسية، عملية تقنية، أي عملية معالجة للبيانات دي هتديني في النهاية معلومة مفيدة. يبقى إحنا اتعلمنا إيه هو أمن المعلومات، اتعلمنا يعني إيه بيانات، وتعلمنا كمان يعني ايه معلومات. في الفيديو اللي جاي بقى ان شاء الله هنبدأ نشوف احنا نأمن بياناتنا ومعلوماتنا، او ايه هي وسائل واقسام الحماية اللي بتتيح لي حماية وتأمين بياناتي ومعلوماتي. اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في خطوتنا الثانية في الطريق لأمن المعلومات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أقسام الحماية. إحنا في الخطوة اللي فاتت اتكلمنا عن البيانات وعن المعلومات، قدرنا نكتشف إن في فرق بين الاثنين وعرفناهم هما الاثنين، وعرفنا كمان إن إيه هو المقصود بالأمن المعلومات. اليوم إن شاء الله هنستعرض مع بعض أقسام الحماية. الناس القائمين على علم تأمين المعلومات أو أمن المعلومات قالوا لنا إن في ثلاث أقسام للحماية أستطيع من خلالهم إني أأمن بياناتي ومعلوماتي. الأقسام دي هي الحماية الفيزيائية أو الفيزيكال سيكوريتي، والحماية التشغيلية أو الأوبريشنال سيكوريتي، والحماية باستخدام السياسات والإجراءات. هناخدها واحدة واحدة علشان نفهمها ونقرر بعدين هنستخدم أي قسم منهم في عملية تأمين بياناتنا ومعلوماتنا. أول قسم منهم هو الحماية الفيزيائية.
الفيزيائية المقصود بها الأشياء التي تلمس، يعني شيء ملموس أستطيع لمسه بالإيد. هنتخيل إن بياناتي ومعلوماتي عبارة عن أرشيف ورقي مثلا، يعني أرشيف ورقي في بيانات الموظفين عندي، في سيرتهم الذاتية، في سنوات خبرتهم، في أعمالهم، في صورهم الشخصية، يعني ملفات الموظفين عندي تبقى أرشيف ورقي. أنا لسه ما تحولتش للتحول الرقمي اللي بيتكلموا عليه، لكن أنا ما زلت البيانات ديت بشكل ورقي. فبالتالي أنا علشان أحميها هستخدم الحماية الفيزيائية. ليه؟ لأن الفيزيائي يعني شيء ملموس زي ما قلنا، فهضطر ان انا هحطها في مكان كده زي مستودع او زي مخزن، وهقفل عليها باب حديدي او يعني باب خشبي ايا كان. فبالتالي الابواب الحديديه او الخشبيه او المصفحه ايا كانت، او حتى الخزائن دي، تعد من اقسام الحمايه الفيزيائيه لانها حاجه ملموسه بالايد. اوكي، ممكن كمان ان المخزن ده اضع عليه كاميرات مراقبه، ده فيزيائي، ممكن اركب له انذار للحريق او للسرقه او استشعارات حركه، فكل دي فيزيائي يا شباب. كل ما يندرج تحت الشيء الملموس هو يعد من قسم من اقسام الحمايه الفيزيائيه. يبقى اول قسم معانا عرفناه اللي هو الفيزيكال سيكيورتي، عرفنا هو ايه. طيب لو بياناتي رقميه بقى مش ورقي، انا بياناتي رقميه، عندي نفس البيانات اللي هي بيانات موظفين او الارشيف بتاع، خلينا نقول مثلا لو عندي بيانات فواتير، مستخلصات ماليه، ولكن عندي بشكل رقمي مش ورقي، بشكل محفوظ على هارد ديسك، محفوظ على اجهزه، محفوظ على سيرفرات، فانا برضو هامنها فيزيكال. ليه؟ لانه انا هيكون عندي مركز بيانات او عندي اجهزه حاططها في مكان ما، لابد ان المكان ده يكون محمي باستخدام برضو الابواب، باستخدام الكاميرات المراقبه، باستخدام الاجهزه، باستخدام المستشعرات الحركه، باستخدام انظمه انذار الحريق او الاشياء الماديه. خلاص، فبالتالي سواء كانت بياناتي رقميه او ورقيه احتاج ان انا احميها، احميها فيزيكا. وهي غالبا يا شباب برضو حماية من مخاطر اللي بتحصل، زي الزلازل، زي البراكين، زي الحرائق، كل ديت مخاطر بتهدد بياناتي ومعلوماتي. فالأنظمة الفيزيائية هي اللي بتحميلي بياناتي من الأشياء ديت. خلاص، تمام. تاني نوع معايا النوع الأوبريشنال سيكيورتي أو الحماية التشغيلية. طيب إيه هي الحماية التشغيلية؟ قال لي ده نوع من انواع الحمايه قائم على البرامج الابلكيشن. يعني ايه؟ حضرتك معاك لابتوب صح، او عندك كمبيوتر في البيت او في الشغل، عليه بيانات وبالتالي عليه معلومات، صح كده؟ تمام. انت علشان تحمي البيانات او المعلومات دي مش بتستخدم برامج حمايه زي برامج الانتي فايروس، زي برامج الحمايه من الاختراق، زي برامج الفايرول اللي احنا بنستخدمها في الشبكات، صح كده؟ يبقى ديت حمايه بتقوم على التطبيقات وعلى البرامج وعلى الابلكيشن بيسموها. زي ما يكون معايا سمارت فون، موبايل، تليفون يعني، ومنزل عليه برنامج حمايه انه يخفي لي الصور اللي فيه. ممكن يكون عندي صور مثلا عائليه او شخصيه مش عاوز حد يطلع معاه، فببدا انزل برنامج يحمي لي البيانات ديت كنوع من انواع الحمايه، ان هي يحجبها عن الناس. تمام. ثالث نوع معايا هو المانجمنت والبوليسي. ده النوع يطول الكلام فيه، ولكن اختصارا هي مجموعه من السياسات والاجراءات اللي انا بافرضها فرضا على المتعاملين مع البيانات والمعلومات علشان احميها. أقرب مثال لكده يا شباب، لو أنا عندي شركة أو شغال في شركة وأنا مسؤول عن تأمين البيانات، فبالتالي أنا بأصدر مجموعة من السياسات والإجراءات لحماية البيانات دي. زي إيه؟ لو الموظفين اللي في الشركة عندي أنا سامح لهم إن هم يستخدموا الإنترنت، فالإنترنت بالنسبة لي مصدر تهديد يأتي من خلاله فيروسات واختراقات ومخاطر وتهديدات
فانا هقوم بانشاء سياسه او اجراء لانه الاستخدام الانترنت ده يكون محدود، يعني في بعض المواقع انا ممكن اقفلها، امنع الوصول ليها، في بعض الروابط امنعها تماما، او بعض البرامج امنع تنزيلها تماما. فدي نوع من انواع السياسه اللي انا بستخدمها لتقييد الوصول للبيانات علشان احميها. من ضمن اساليب السياسات والاجراءات يا شباب، لو في جهه ما تمنع التصوير مثلا، في بعض الجهات كده انت لما بتروح تزورها بيقول لك ممنوع التصوير، خلاص ممنوع التصوير هنا، دي اجراء او سياسه المكان فرضه علشان هو شايف ان البيانات اللي هتطلع عليها او المعلومات اللي هتشوفها معلومات حساسه ما ينفعش تصورها، انا بقوم باقرارها في المكان اللي انا شغال فيه او حتى في البيت. هنأكد على ان الثلاث اقسام ديت انت ممكن تستعين بيها كلها، ممكن تستعين بواحده او اثنين منهم، فهي ليس شرطا ان تستخدم مع بعض، يعني تأتي مع بعض، ولكن كلما كانت اكثر من واحده كلما زادت عمليه تامين بيانات والمعلومات. دي الثلاث اقسام الرئيسيه لحمايه البيانات والمعلومات بتاعتي. طيب نسأل سؤال نقيس به مدى معرفتنا بالموضوع الفيديو النهارده. السؤال بيقول ايه؟ بيقول انه سين من الناس قرر تركيب اجهزه بصمه على مركز البيانات الخاص بالشركه لحمايتها. جهاز البصمه ده من اي اقسام الحمايه؟ هل هو من الحمايه التشغيليه او من الحمايه الفيزيائيه او من الحمايه الخاصه على الاجراءات والسياسات. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في خطوة جديدة في طريقنا لأمن المعلومات. الخطوة اللي فاتت اتكلمنا عن أقسام الحماية، وقلنا ان في ثلاث اقسام حمايه احنا مطالبين لما بنحب نامن بياناتنا ومعلوماتنا باننا نستخدم اي قسم من اقسام الحمايه. يعني انت ممكن تستخدم الحمايه التشغيليه، او انا ممكن استخدم الحمايه الفيزيائيه، وغيرنا ممكن يستخدم الحمايه باستخدام الاجراءات والسياسات. وقلنا انه علشان تبقى معلوماتك وبياناتك امنه، كل ما تزود في اقسام الحمايه كل ما تحقق مستوى اعلى من الامان. اتكلمنا عن اقسام الحمايه في الفيديو اللي فات، الفيديو ده هنتناول مع بعض عناصر الحمايه. قال لي ان في ثلاث عناصر لابد ان احنا نستخدمهم مجتمعين، يعني بعكس اقسام الحمايه زي ما اكدنا وبناكد تاني ان احنا بنستخدمهم الثلاثه مع بعض، او بنستخدم قسم واحد او قسمين من الثلاث اقسام. الموضوع النهاردة مختلف تماما، لأننا لازم نستخدم الثلاث عناصر مع بعض علشان نحقق في النهاية الأمن المعلوماتي. الثلاث عناصر دول مجموعين في مصطلح مشهور جدا في أمن المعلومات اسمه CIA. ولو تلاحظوا ان احنا في الفيديو الاول سألنا سؤال على CIA وقلنا انه مش هو اللي الناس فهماه او عرفته من خلال الافلام الامريكيه او من خلال الاخبار او البحث في الانترنت، انه مش بيشير الى وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه، لكن هنا الموضوع مختلف في امن المعلومات. مصطلحنا النهارده يا شباب هو CIA، كل حرف من دول بيشير الى عنصر من عناصر الحماية اللي احنا بنأكد لازم نستخدمهم هم الثلاثة مجتمعين. تعال ناخده واحدة واحدة علشان نفهمه كويس جدا. اول عنصر معايا هو الكونفيدنشياليتي. الكونفيدنشيال يعني سري. ازاي احقق امن معلوماتي وبياناتي من خلال السرية؟ يعني ايه سرية؟ قال لي سرية انت بتمنع غير المصرح ليه من ان هو يطلع على البيانات او المعلومات. معنى ذلك ان بياناتي ومعلوماتي بتكون مخفية الا عن الاشخاص اللي انا سمح لهم يطلعوا على بياناتي ومعلوماتي. هناخد مثال علشان نفهم يعني ايه سرية او خصوصية. لو انا بتعامل مع بنك ما، فاكيد ان انا فاتح حساب في رصيدي بجري عليه عمليات السحب والايداع والتحويل وكشوفات الحساب
وما إلى ذلك. يبقى هل من المنطقي أو من المعقول إن أي حد يعرف تعاملاتي البنكية، رصيد حسابي، رقم أرقام الحسابات اللي أنا ممكن أتعامل معها؟ الإجابة هي لأ، هي في أشخاص معينين أو محدودين فقط هم ليهم الحق الاطلاع على البيانات والمعلومات ديت. فبالتالي العنصر السرية بيتحقق لما ممنع غير المصرح ليه من أنه هو يطلع على البيانات والمعلومات ديت. تاني عنصر معايا هو الانتجريتي أو السلامة. إزاي يبقى بياناتي ومعلوماتي سليمة؟ قال لي علشان توصل لمستوى السلامة في أمن المعلومات يبقى حضرتك هتمنع غير المصرح ليه من التعديل على البيانات والمعلومات ديت. وأبسط مثال على كده، لو أنا عندي موقع إلكتروني همنع غير المصرح ليه من أنه هو يعدل في البيانات اللي أنا حاططها في الموقع الإلكتروني بتاعي. يعني من غير المنطقي ومن غير المعقول كمان لو موقعي ده مثلا في معلومات عن منتج أنا ببيعه وحطت سعر 100 دولار مثلا أو 50 دولار، فيجي أي شخص يروح شاطب على 100 دولار ديت ويقول لا أنا هخليه ب8 أو ب7، يبقى كده معلوماتي وبياناتي مش سليمة لأن أنا سمحت لأي حد إن هو يعدل عليها. تالت عنصر معايا وآخر عنصر معايا من الرمز أو مصطلح CIA هو الأفالابيليتي. الأفالابيليتي يقصد بيها إن معلوماتي وبياناتي تكون متوفر الوصول ليها عند الطلب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني من غير المنطقي ومن غير المعقول إن بيانات حساباتي البنكية لما أروح أسحب فلوس منها أو أعمل عمليات تحويل أو إيداع أو أطلب كشف حساب، الموظف البنكي يقول لي لا والله ما فيش عندك حسابات أو ما فيش رصيد ليك أصلا عندنا. فبالتالي الموضوع ده هيبقى مؤرق بالنسبة لي وهتبقى مشكلة كبيرة. يبقى قلنا اتكلمنا باختصار عن مصطلح CIA وقلنا دي 3 عناصر لازم تتوفر في المعلومات والبيانات علشان في النهاية أحقق بها أمن البيانات والمعلومات، هي مصطلح السرية والسلامة والإتاحة. حد يقول لي أو ممكن يكون سؤال بيتبادر للذهن إنه إزاي هفرق بين المصرح لي وغير المصرح لي؟ إحنا قلنا إنه في ناس مصرح ليها هتطلع وفي ناس مصرح ليها هتعدل وفي ناس مصرح ليها إن هي هتوصل للبيانات والمعلومات دي، وعلى النقيض في ناس غير مصرح لها ان هي تطلع او توصل او تعدل على البيانات. هفرق ازاي بين المصرح لي وغير المصرح لي؟ الكلام ده هيتم من خلال معيار مشهور جدا اسمه تريبل اي. كل كلمة او كل مصطلح بيبدأ بحرف الاي، لذلك سمي تريبل اي. اول معيار معايا هو الـ Authentication، تاني معيار هو الـ Authorization، وتالت معيار هو الـ Accounting. تعال برضو ناخدها واحدة واحدة بأسلوب بسيط علشان نفهمها. قال لي هنا معيار الـ AAA بيحقق لي أمان المعلومة من خلال إن هو بيفرق بين المصرح لي وغير المصرح لي. من خلال إيه؟ أول حاجة الـ Authentication، أنا عايز أعرف أنت مين؟ علشان لما اعرف انت مين هقدر افرح انت مصرح ليك او غير مصرح ليك. بعد كده لو عرفت انت مصرح ليك او غير مصرح ليك هبدا الخطوه الثانيه اللي هي الاوثرايزيشن. انت مصرح ليك بايه؟ مصرح ليك تطلع فقط ولا تطلع وتعدل ولا تاخد اطلاع وتحكم كامل على المعلومات ديت؟ وده بيتم من خلال معيار ثالث اللي هو الاكاونتنج، ان انا هبدأ اراقب تحركاتك وهشوف هل استخدمت الصلاحيات اللي انا منحتها ليك ولا حاولت تتعداها. انا هنا بأكد على ان معيار التريبل اي معيار مهم جدا ولازم نفهمه بشكل كويس جدا جدا، لسبب قوي كمان ان هو المعيار ده الناس اللي بتسلك مسار الهاكينج الاختراقات والتخريب بيحاولوا ان هم يلعبوا في المعيار ده من خلال ان هو بيتقمص دور واحد مصرح ليه وهو في الاساس غير مصرح ليه لوصول معلومة، وكمان بيحاول يخفي الاشياء اللي بيعملها
من او الادوات اللي بيستخدمها في حق الوصول للبيانات من خلال ان هو بيخفي عمليات الاكاونتنج اللي احنا اتكلمنا عليها. هنقف شويه عند تريبل اي في الفيديو الجاي، هناخده كده من خلال يعني كل معيار يعني الاوثنتيكيشن هنفرد ليه مجموعه من الفيديوهات علشان نشرحه، نشوف البروتوكولز اللي بتتم من خلاله العمليات ديت، السيستم الآلة الموقع الإلكتروني اللي أنا بتعامل معاه بيفهم إزاي هو أنا مين، أو بيقدر يتحقق من هويتي الرقمية في العالم الرقمي زي في الحياة بالضبط. مش أنا معايا بطاقة شخصية، معايا باسبور بقدر أسافر بيه وبنتنقل بيه من دولة لدولة، هو الراجل ده عارف إزاي إن أنا الحامل الهوية اللي بتسمح لي بالمرور في الحياة، بيشوف صورتي، بيطابق بياناتي، بيشوف رقم الجواز، بيشوف هو فعلا صحيح ولا لا. في العالم الرقمي انا برضو ليا هوية رقمية كده بقدر من خلالها اتعامل مع المواقع الخدمية، بتعامل مع البريد بشكل يومي، بتعامل مع العالم الرقمي من خلالها اللي هي الاوثنتيكيشن. بعد كده لما بيعرف انا مين بيبدأ يديني التصريح المناسب ليا او الممنوح ليا من خلال عملية الاوثورايزيشن. بعد كده هو بيقوم بعملية مراقبة لنشاطي من خلال الاكاونتينج، وبيسجل علي كل العمليات اللي بتتم في العالم الرقمي. الكلام ده ان شاء الله بإذن الله هنشوفه في الفيديوهات الجاية ببساطة وبيسر، وهنشرحه كمان عملي. يبقى احنا في خطوتنا ديت يا شباب اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا حاجتين مهمين جدا جدا جدا. اتعلمنا مصطلح CIA هو العناصر الثلاثة اللي لابد تكون مجتمعة مع بعض علشان تحقق لي الامن المعلوماتي، واتعلمنا كمان ان انا بقدر افرق بين المصرح ليه وغير المصرح ليه من خلال معيار AAA. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع في خطوة جديدة في طريقنا لأمن المعلومات. في الخطوة اللي فاتت اتعرفنا على CIA وفهمنا أني علشان أحدد أمان المعلومات والبيانات لابد أن تتوفر فيها ثلاث شروط اللي هي CIA، السرية والسلامة والإتاحة، وده بيتم من خلال منح صلاحيات فقط للمصرح لهم ومنع الصلاحيات أو منع الوصول لغير المصرح لهم. لكن كيف سيتم التعرف على الهويات للتفرقة بين المصرح لهم وغير المصرح لهم؟ أو سؤال تاني ممكن أقول، بما أنه شرط السلامة هو شرط من أمان المعلومة، أو شرط التوفر هو شرط من أمان المعلومة، كيف سأصل لتوفر البيانات وسلامة البيانات وسرية البيانات؟ أو على العكس، كيف يتم كسر حماية البيانات أو الإفصاح عن بيانات سرية أو إتاحة بيانات محجوبة؟ كل ده بيتم من خلال المفهوم التريبل اي. مفهوم التريبل اي اللي خدناه في الخطوة اللي فاتت خدنا عنه فكرة، لكن ما كانتش كافية إن أنا أفهمه بشكل كبير. لازم نفهم هو تسمى تريبل اي ليه. ببساطة شديدة جدا لو لاحظنا كل المصطلحات ديت بتبدأ بحرف الاي. عندي أول واحد Authentication، Authorization وAccounting كلها بتبدأ بحرف الـ A، علشان كده هو تسمى AAA. ولو نلاحظ كمان إن كل دي دورة مرتبطة بعضها بالبعض، يعني بتبدأ من خطوة تنتقل إلى خطوة أخرى إلى خطوة أخيرة ثم تعود مرة أخرى للخطوة الأولى وهكذا. وهي دي دورة حياة أمن المعلومات. تعال نفهم واحدة واحدة. هنسأل سؤال ونقول كيف يتم التعرف على الهويات؟ الإجابة بما تعرف أو ما تملك أو ما يعبر عنك. تاني، يتم التعرف على الهويات بما تعرفه أو ما تملكه أو ما يعبر عنك. ما أعرفه زي إيه يا شباب؟ زي لو داخل حسابي في الفيسبوك أو تويتر أو حتى داخل البريد الإلكتروني، أول سؤال بيسألني من أنت؟ أنت مين؟ فببدأ أدخل له اليوزر نيم بتاعي أو اسم المستخدم وكلمة المرور، وبالتالي أنا استطعت إثبات هويتي من خلال ما أعرفه. طيب ما أملكه زي إيه؟ زي كارت الصراف لو حبيت أني أودع أو أسحب فلوس أو أعمل كشف حساب،
انا بضع كارت صرف في الاي تي ام ماشين او ماكينه الصرف، وبيتم التعرف على هويتي من خلال ما املك اللي هو هنا الكارت الخاص بالبنك. ممكن كمان في بعض الشركات بتمنح موظفيها بدل من مفاتيح الابواب اللي هي المفاتيح التقليديه، بتمنحهم كروت الكترونيه لفتح واغلاق الابواب من خلالها. طيب ثالث وسيلة هي ما يعبر عنك، بيتم التعرف على هويتك من خلال ما يعبر عنك. ببساطة شديدة جدا، بصمة الإيد، بصمة العين، بصمة الوجه، الدي ان اي، كل دي أشياء بيتم إثبات هويتي من خلالها. وأشهر مثال هو في عالم الجرائم الحياتية، لما بيتعرفوا على السارق أو القاتل من خلال بصمات الأصبع أو من خلال بصمات الوجه وما إلى ذلك. طيب يبقى أنا عرفت النهاردة، عرفت إن في أمان المعلومة بيتحقق باستخدام بعض الوسائل والأدوات اللي هي بتتم من خلال مفهوم التريبل اي، اللي بيؤهلني إني يتعرف على الهويات ويمنح تصاريح ويراقب هذه التصاريح. طيب السؤال هنا بقى، ليه قلنا في بداية الفيديو إن مفهوم التريبل اي بيستخدم بشقين؟ يعني سواء اني هبدأ أأمن بياناتي ومعلوماتي من خلال تطبيق شروط السرية والسلامة والإتاحة، هستخدم مفهوم التريبل اي، ولو حبيت اني اخترق بيانات الغير او اصل لصلاحيات غير مصرح ليا التعامل معها، برضو هستخدم مفهوم التريبل اي. وللإجابة على التساؤل ده، تعال كده نرجع خطوة للخلف. هنا بيقول لي انت مين؟ أنا لو داخل على معلوماتي وبياناتي هبدأ أبرز هويتي اللي هي ما أعلم أو ما أملك أو ما يعبر عني. فبالتالي هنا لو أنا داخل علشان أكسر حماية بيانات، هحاول الحصول على باسورد أو كسر حماية باسورد أو تخمين باسورد. الكلام ده إن شاء الله هنعرفه في الفيديوهات القادمة. هنا ماذا يمكنك فعله؟ لو أنا داخل أمن هستخدم صلاحياتي وتصاريح الممنوحة ليا، لكن لو أنا داخل للحصول على تصاريح أو داخل بطريقة غير مصرح ليا بها، هحاول أنتحل صفة شخص مصرح لي على أساس أوهم العالم الرقمي أنه أنا شخص مصرح له بالاطلاع على البيانات والمعلومات. هنا في الأكاونتينج المصطلح ده مهم جدا، و قد لا يعني يصل للفهم الكامل عند بعض الناس. باختصار شديد جدا يا شباب، أي عملية إلكترونية بتتم في العالم الرقمي بيتم تسجيلها في سجل الأحداث من أول بداية دخول حتى الانتهاء من عملية الحصول على الخدمة. هنتخيل مع بعض إن أنت داخل على حسابك البنكي، أول خطوة بتعملها إيه؟ بتقوم بإدخال اسم المستخدم، كلمة المرور، بيفتح لك حساب البنك، بتقوم بإجراء عملياتك، الحسابات، التحويلات، الأشياء اللي أنت مفوض عليها أو مصرح لك بالتعامل معها. أدي كده تاني خطوة. ثالث خطوة، البنك أو موقع البنك بيقوم بتسجيل الأحداث عليك، بيتم تسجيل جميع العمليات. يعني يتسجل عليك كده إن أنت في تاريخ الفلاني في الساعة الفلانية قمت بالدخول على حسابك. ادي كده حدث او ايفنت بنسميه، تمام. بعد كده والله تم تحويل مبلغ $1,000 لسين من الناس، يبدأ يسجل عليك. عملية شراء لموقع فلاني بقيمة الفلانية، يبدأ يسجل عليك. تيجي انت لو حبيت تستفسر فيما بعد على كشف الحساب، يبدأ يستعرضه منين؟ من عمليات الأكاونتينج. وبالتالي الشخص اللي داخل بطريقة غير مشروعة هو هيحاول يطمس العمليات اللي تسجلت في الأكاونتينج علشان يخفي هويته. أتمنى يكون الموضوع واصل ومفهوم بنسبة كبيرة. الخطوة اللي جاية إن شاء الله هنتناول فيها موضوع الاثنتيكيشن بشيء من التفصيل، وأوعدكم إن الخطوة اللي جاية فيها نوع من التشويق، لأننا هنبدأ نشتغل بإيدينا شغل خفيف بسيط ونفهم يعني إيه الباسورد، إيه هي شروط الباسورد، ونستعرض مع بعض شروط هنطبقها على بياناتنا ومعلوماتنا لقياس مدى سريتها أو مدى أمان البيانات والمعلومات ديت.
وزي ما اتفقنا في بداية الكورس ان احنا كلنا بنتعلم مع بعض، انا هسأل سؤال وهستعرض اجاباتكم في التعليقات على الفيديو ده ان شاء الله، ومنها هنفهم هل وصل او وصلنا مدى معرفتنا بالموضوعات اللي تم تغطيتها في الفترة اللي فاتت. السؤال بيقول: الى ماذا يشير حرف الاي في مصطلح CIA، وماذا يقابله في مفهوم تريبل اي؟ السؤال مرة كمان: حرف الاي بيشير لكلمة كده هي في CIA، ومعناها ايه، وايه اللي بيقابلها في مفهوم تريبل اي؟ يعني لو قلنا ان السي يعني confidentiality وهي تعني سرية، بالتالي بيقابلها في مفهوم تريبل اي اللي هو الاوثنتيكيشن، واللي بيمنع غير مصرح ليه من التعامل على البيانات والمعلومات من خلال الهويات الرقمية اللي هي كلمات المرور والاكسس كارد وما الى ذلك. فسؤالك انت: حرف الاي في السي اي اي ايه هو، وماذا يقابله في مفهوم التريبل اي؟ اشوفكم الخطوة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في طريقنا لأمن المعلومات. الخطوات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن بيانات والمعلومات وأقسام الحماية ومعيار الـ AAA، واتكلمنا عن CIA، وقلنا انه في معيار تريبل اي في حاجه مهمه جدا جدا لازم نفهمها، او المعيار كله لازم يكون واضح بالنسبه لنا بشكل كبير. واهم معيار من المعايير ديت هي معيار الاوثنتيكيشن او التحقق. انا بتحقق منك علشان اعرف انت مين، وببدا اديك التصريح اللي انت فعليا تستحقه او الممنوح لك. كمان المره اللي فاتت احنا قلنا ان احنا هنقف شويه كتير عند التحقق، لان الموضوع مهم جدا يا شباب لازم نفهمه. هنعرف ايه هو التحقق، ازاي بيتم في العالم الرقمي يتحقق مني انا، يعني ازاي لما انا افتح ايميلي كده الموقع اللي بيمدني او مزود خدمه البريد الالكتروني هي بتتحقق مني ازاي. يعني لما بدخل اليوزر نيم والباسورد بتاعي بلقى البريد بتاعي، ليه ما بلقاش بريد سين من الناس مثلا او صاد من الناس؟ هو ازاي فهم ان انا المقصود، لذلك حولني على الصفحه بتاع بريدي مباشره، او في الاكونت في الفيسبوك لما بدخله اليوزر نيم والباسورد هو فهم ازاي فعلا ان انا صفحتي هي المقصوده وبدا يحولني عليها. العمليه دي بتتم ازاي؟ علشان نفهم يا شباب العمليه دي بتتم ازاي، لازم نفهم او نتكلم من الاساسيات تماما. هو ايه يعني الاوثنتيكيشن؟ قلنا ان الاوثنتيكيشن دي عمليه اسمها التحقق، او يقابلها المرادف العربي التحقق. انا ازاي اتحقق من شخصيتك؟ قلنا في العالم الرقمي كل واحد فينا معاه هوية رقمية كده ماشي بيها او داخل بيها للعالم ده، بيبدأ يبرزها للمواقع او الصفحات او مزودي الخدمة اللي بيطلبوها منه علشان يعرفوا هو ده مين، الشخص ده الفلاني ده مين. فبالتالي authentication يعني ايه؟ يعني تحقق. وقلنا ان التحقق ده بيتم باحد ثلاث أشكال: إما إنه حاجة أنت عارفها، أو حاجة أنت تملكها، أو حاجة بتعبر عنك. طيب أبسط أنواع التحقق في العالم الرقمي يا شباب هو الباسورد. أبسط أنواع التحقق هو التحقق من خلال الباسورد. طيب تعال أقول لك على حاجة، الباسورد لها شروط؟ يعني هل كده في الشركات أو في المؤسسات الكبيرة أو في شركة زي مايكروسوفت مثلا او ياهو او جيميل هي بتقول لي خلي بالك ان الباسورد بتاعتك ديت ما ينفعش تبقى اي حاجه؟ ايوه الكلام ده مظبوط. طيب في ناس، مش في ناس، ده معظم الناس اللي ما عندهاش خلفيه عن الموضوع ده، يعني بالواحد بيشوف عجب بصراحه، يعني من كتر الاحتكاك مع مثلا موظفين زمايله او مع ناس بتطلب منه خدمات او فبالتالي ممكن يتعرض انه يساله الباسورد بتاعك ايه، فيروح مديله الباسورد فنفاجئ ان الباسورد ده مثلا اسم او تاريخ ميلاده او رقم تليفونه، ودي يا شباب كارثه، دي طامه كبرى. تعالوا نستعرض شروط الباسورد كده سريعا علشان نعرف كل واحد فينا يطبقها على نفسه، هل انا حققت الشرط ولا انا ضعيف من جهه الباسورد بتاعتي. قال الباسورد لازم تكون كومبلكس. يعني ايه كومبلكس؟ يعني نوعا ما فيها شيء من التعقيد، تمام؟ يعني لا ينفع تكون رقم بس،
ولا ينفع تكون كلمة بس، ولا ينفع تكون حروف بس، ولا ينفع تكون رموز فقط. ولكن التعقيد إن أنا أجمع كل ده مع بعض. يبقى أول خاصية أو أول شرط من شروط الباسورد بتاعتي إن هي تكون فيها أرقام ورموز وحروف. طيب إيه تاني؟ قال لي باسوردك ما ينفعش تكون حاجة يسهل تخمينها. حاجة يسهل تخمينها يعني إيه؟ يعني أنا مثلا عارف سين من الناس، أو كان زميلي في الجامعة، أو كان صديق في العمل، فعارف هو القارئ المفضل بتاعه فلان، أو ربنا يعافينا المغني المفضل بتاعه فلان مهووس بيه، أو الفريق اللي بيشجعه مثلا بتاع الكورة أو بتاع التنس أو ما إلى ذلك مهووس، يعني خلاص هو حياته بياكل ويشرب وينام كده. فبالتالي بنسبة كبيرة جدا هلاقيه إنه حاطط الباسورد بتاعه من الحاجة اللي هو بيحبها أو مرتبط بيها كده كده، أو تاريخ ميلاده أو رقم تليفونه. فما ينفعش تماما، ما ينفعش تماما إن الباسورد بتاعتك يسهل تخمينها. يبقى كده عندنا شرطين، عندنا إما إن هي تكون معقدة يعني تحتوي على رموز وحروف وأرقام، وتكون يصعب تخمينها. تمام كده؟ تالت شرط معايا إنه ما ينفعش حضرتك تستخدم باسورد واحدة لكل الخدمات بتاعتك، لانه ببساطه شديده جدا الباسورد دي لو اتعرفت، بالتالي بدل ما يعني لو انا قدرت مثلا اخد الباسورد بتاع البريد بتاعك، فهقدر بعد كده ادخل على بريدك، ادخل على الاكونت بتاع الفيسبوك، ادخل على تويتر، ادخل على تقريبا كل حساباتك اللي انت رابط بيها الباسورد دي. فبالتالي باسوردك ما ينفعش تكون باسورد واحده، يعني ما تستخدمش كده في مثل مشهور جدا اسمه لا تضع البيض في سلة واحدة، علشان لما السلة دي تقع فبالتالي ايه كل سنة وانت طيب. لذلك خلي نوع في الباسورد، خلي باسورد للعمل، يعني لو انت عندك كمبيوتر في الشركة او في المؤسسة اللي انت بتعمل فيها، ده ليه باسورد مختلف تماما عن الباسورد بتاع جهاز البيت، مختلف تماما عن الباسورد بتاع حسابات الشركة. حد يقول لي طيب انا معلش الموضوع ده مرهق جدا وصعب جدا، لانه انا عندي في الشركة كمبيوتر وفي البيت كمبيوتر، وعندي حساب فيسبوك، وعندي حساب بريد الكتروني، وعندي حساب بنكي، واو، فهل كل الباسورد ده همشي بقى اكتبها في ورقة؟ هقول له خلي بالك انه ده الخطأ رقم 4، ان انت تكتب الباسورد بتاعك في ورقة خارجية، او تحطها في مكان ظاهر للعيان، او تصرح بيها لاي حد. طيب يقول لي طب ما اعمل ايه، انا يعني مش هستوعب الكم الهائل ده من الباسورد. الحقيقه في طريقه انا بفضلها، اللي هي تعالى ما تغيرش كل الباسورد، تعالى غير في جزء منها. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا لو انا عندي باسورد حققت شروطي اللي هي تكون معقده الى حد ما، وما تكونش بتعبر عني ولا بتعبر عن الهويه بتاعتي ولا بتشير اليا ولا سهله التخمن زي ما احنا ذكرنا كده، فبالتالي انا حققت فيها الشروط. الشرط بقى اللي هو ما ينفعش تتكرر لكل الخدمات بتاعتي او الصفحات بتاعتي، انا عاوز احققه ولكن انا هنسى بقى مع تناول الباسوردات دي هنسى، فاعمل ايه؟ هقول لك ابدا غير في جزء منها، ما تغيرهاش كلها. يعني مثلا خد اخر حرفين، تعالوا ناخد مثال عملي علشان نفهم كويس جدا الكلام اللي احنا ذكرناه ده. تعال نفتح مثلا نوت باد او الوورد او اي شيء، ونبدا نعمل باسورد كومبلكس، ونبدا نحقق فيها الشروط بتاعتنا. انا هنفتح كده النوت باد، تعالوا بس نكبر الخط شويه عشان الناس ايه تشوف احنا بنعمل ايه. خلي بولد. تمام، انا دلوقتي داخلين نعمل ايه مع بعض؟ داخلين نحقق الشروط اللي احنا قلناها على الباسورد. تمام؟ طيب انا الباسورد بتاعتي اول شرط بتبقى حروف رموز ارقام. تعالى هنقول ايه؟ هنقول ادي الحروف، وادي الرموز، وادي الارقام. تمام؟ تلاحظوا اول شرط انه يبقى حرف، في حروف اهي البي الاس اس والدبليو والدي والار، ادي الرمز ات، وادي الرقم زيرو. خلي بالكم ان ديت كابيتال ليتر، زياده في ايه؟ زياده في انها تكون
صعب او زياده ان هي تكون كومبلكس. طيب ادي الباسورد بتاعتي اهي اللي حققت فيها شروط الكومبلكس. طيب انا دلوقتي عندي اكتر من اكاونت واكتر من كمبيوتر واكتر من مكان من المفترض ان انا هستخدم فيه الباسورد. هقول لك ببساطه شديده جدا، هنفترض ان الباسورد دي هي باسورد الشغل. يعني انا كده شغل عندي، لما بدخل الصبح افتح الجهاز بتاعي بيطلب مني اليوزر نيم، فبقول له انا علاء الباسورد بتاعتك، فبروح كاتب له الكلمه ديت. خلاص كده. وقلنا انه الشرط الثاني ما ينفعش الكلمه ديت اروح نفس الباسورد افتح بيها جهاز البيت او اللابتوب الشخصي. فهعمل ايه؟ هقول لك بدل ما تغير الكلمه كلها، لان انت لو قعدت غيرت كلمه السر كلها للخدمات بتاعتك او الاجهزه بتاعتك، فهينتج عنك مثلا 15 مينيمم، يعني او من 10 ل 15 باسورد، وهيصعب عليك ايه ان انت تفتكرها او تتذكرها. طيب اعمل ايه؟ في طريقه الناس بيستخدموها اللي هي ابدا غير في الحرفين الاول او اخر حرفين، او اعمل الحاجه اللي انا هقول لك عليها. اهي ادي الباسورد اهي، عفوا واعمل كده اندرسكور اف سي. تمام كده. واحد يقول لي اف سي دي، اف سي دي معناه خلاص فيسبوك. تمام. يبقى انا وانا داخل الفيسبوك انا عارف ان هي نفس الباسورد بتاعتي ايه، ولكن علشان انا رايح فيسبوك فهكتب اندرسكور فيسبوك او ماينس او زائد او اي حاجه. اهي هعمل واحده مثلا تويتر كده مثلا، انا بديك سامبل على الشباب عشان تمشوا عليه. فبالتالي انا ديت لو حد قدر ان هو يحصل عليها بطريقه ما، انا بقى صرحت بيها ليها مكتوبه على ورقه او قدر ياخدها مني بالسوشيال انجينيرنج اللي احنا هنفهمها ونعرفها في حاجات يعني معانا ان شاء الله باذن الله هناخدها، او حتى قدرت اوصل ليها بطريقه غير مشروعه ان انا مثلا استخدمت تول معينه تكسر لي الباسورد او تخمنها لي او مستحيل هيجي في راسي ان الراجل ده بيستخدم نفس الباسورد ولكن بالطريقه دي. تمام. ده كده فيسبوك، ده كده ايه تويتر. ممكن اعمل كمان كده اهو واقول له ايه زائد مثلا جي ام لو انا بريد جيميل، او زائد ياهو، وهكذا. انت ممكن بقى تغير في زائد، في ناقص، في اندرسكور، في سلاش، في مش عارف ايه، تغير هنا في الاخر، تغير هنا في الاول. المهم ان انت تحقق شروطها اللي احنا قلناها. ده فيما يتعلق بايه؟ بالباسورد. تمام؟ خلاص يا شباب؟ فهمنا؟ فهمنا. نرجع للسلايد بتاعتنا تاني كده، نقفل ده. تمام كده يا شباب؟ يبقى كده فيما يتعلق بالباسورد وشروطها. طيب، انت قلت لنا ان في حاجه اسمها اوثنتيكيشن بروتوكول، هل بقى الباسورد ديت ليها بروتوكول؟ هقول لك استنى عليا شويه. احنا لو رحنا كده للشريحه الثانيه هتلاقيني محضر لك اسم البروتوكول وشرح كده عنه بالصور. طيب بروتوكول التحقق بكلمه السر يا شباب هو اسمه ايه؟ اسمه باسورد اوثنتيكيشن بروتوكول. اختصارها ايه يا شباب؟ باب، مش باب بتاعنا الباب الخشب ده، لا، هي كده اسمها باب. تمام. تمام. بس خلي بالكم انه الباب ده نون سكيور. يعني ايه نون سكيور؟ يعني غير امن، يعني سهل جدا انه يخترق، لانه ببساطه شديده جدا لو بصينا لبعض كده، ادي الجهاز بتاعي وادي السيرفر اللي هيديني بقى الخدمه اللي انا داخل ادخلها داخل اخدها. ايه الخدمه دي؟ ممكن تكون بريد الكتروني، ممكن تكون صفحه من صفحات الفيسبوك، ممكن تكون حسابي في البنك، ايا كان. احنا قلنا كل ده بيتحط على جهاز كده ضخم اسمه ايه؟ سيرفر. هو يعني زمان كان ضخم بس دلوقتي حجمه يعني صغير جدا، ولكن هو الجهاز بمواصفات زي ما قلنا كده مواصفات عاليه شويه علشان يقدر يعمل البروسيسور او يقدر يديني الخدمه بشكل اسرع. طيب انا دلوقتي قعدت على جهازي، سالني انت مين؟ قلت له انا علاء. طب الباسورد بتاعتك ايه يا علاء؟ قلت له ادي الباسورد اهي.
فبدأ ياخدها مني يحطها عنده كده، يروح يشوف يطبقها بكلمات المرور اللي موجودة في قاعدة البيانات بتاعته اللي من ضمنها كلمة المرور بتاعتي. تمام تمام، يعني انا هتخيل كده، معلش احنا كل حاجة بنطول وبنتكلم باستفاضة، وانا عارف ان في ناس ممكن تكون مرة عليها الكلام ده الف مرة، ولكن برضو يا شباب في اخوانكم واخواتكم الكلام ده بالنسبة لهم جديد فاستحملونا، انا اسف. طيب انا دلوقتي رايح افتح حساب بريد على سيرفر جيميل او على سيرفر مايكروسوفت او على ياهو، تمام كده تمام. فبدخل البيانات بتاعتي كده، اسمك عمرك المدينة بتاعتك زي ما كلنا عارفين، تاريخ ميلادك، وبيطلب مني بعد كده ايه الباسورد، فبديها له. بياخدها مني الاول مرة وانا بسجل، بيحتفظ بيها في قاعدة بيانات العملاء بتاعته، تمام كده تمام. يجي بقى تاني مرة لما ادخل البريد بتاعي يقول لي انت مين، اقول له انا فلان، طب دخل لي الباسورد يا فلان، فاروح مدخلها له، ياخدها مني يروح فين؟ لقاعدة البيانات بتاعته يطبقها، هل هي صح ولا خطأ؟ في حالة ان هي صح بيعديني بيفتح لي، في حالة ان هي خطأ بيقول لي شكرا انا ما اعرفكش روح عند اهلك، تمام كده تمام. يبقى الباب ده البروتوكول اللي هو اسمه باب ده نون سكيور. ليه؟ قال لي ببساطة شديدة جدا، لان العملية دي بتتم كده منها لنفسها، حروف رايحة وجاية، اي حاجة انت بتكتبها بتتكتب زي ما هي، يعني الحرف الاي بتكتب حرف الاي، حرف الام بتكتب ام. فحد يقول لي هو المفروض يتكتب ايه؟ طب ما هو المفروض الام تروح له اس مثلا. هقول لك لا، هو المقصد مفيش تشفير بين جهازي وبين جهاز السيرفر. اي حد ممكن معاه تول كده، انا فاكر من اكتر من 10 سنوات كان في تول كده شكلها شكل العدسة، فكنت تحطها على المكان بتاع الباسورد تكشف لك الحروف. احنا عارفين ان احنا واحنا بنحط الباسورد بيبقى عبارة عن ستار كده، يعني بيبقى عبارة الباسورد مش ظاهرة، صح؟ فكان في تول كده والله يمكن من اكتر من 10-15 سنة طلعت كده، ان انت برنامج عبارة عن برنامج بتنزله، بعد كده هو بيروح اول ما بيقول لك الباسورد فبتكتبها له، تحط كده الرمز، كان رمز عدسه كده، فيطلع لك انت كتبت ايه، يعني يطلع لك الحروف بالظبط زي ما كتبتها. فقال لي ان ده بروتوكول غير امن. طب نحل المشكله دي ازاي يا شباب؟ قال لي في بقى بروتوكول اسمه ايه؟ اسمه الاس باب، الاس باب سيكيور باسورد اوثنتيكيشن بروتوكول. هو نفس البروتوكول لكن عدلوا عليه، وخلى بقى البيانات اللي رايحه من جهازي لجهاز السيرفر خلاها متشفره. يعني ايه متشفره؟ يعني الام ما بتروحش ام، ولا الاس بتروح اس، ده بتروح اي حاجه تانية. لذلك لو حد قدر يبقى موجود هنا بطريقه ما يقدرش يعرف الباسورد بتاعتي، لان هي رايحه مش هي بحروفها الطبيعيه. وخلي بالكم ان التشفير هنتكلم عليه باستفاضة في جزء من اجزاء الكورس ده ان شاء الله. لكن للي مش فاهم تعال افهمك كده سريع سريع. احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نروح فاتحين جوجل، تمام، واكتب ايه encryption online علشان بس نفهم، واختار اي حاجة اي حاجة، اختار مثلا الموقع فتح لي. حضرتك هنا بيقول لي اكتب لي اي حاجه وانا اشفرها له، فهكتب له الباسورد بتاعتنا اهي، مش هي كانت كده، واقول له لو سمحت انا عاوز اشفر لك الرمز ده. شايفين طلع شكلها ازاي يا شباب؟ طلعت ال اي كي جي 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 مش عارف ام او او يس كي كده، حاجات مش مفهومه على الاطلاق. فبالتالي انا قدرت ان انا ابعت الباسورد بتاعتي اللي طالع من جهازي رايح للسيرفر بشكلها غير المفهوم. الى الاول في الباب في البروتوكول اللي اسمه باب كنت ببعتها كده، فلما الناس بتاع امن البيانات عرفوا ان هي ممكن بكل سهولة تتاخد بشكلها الطبيعي فبالتالي تتعرف، فقال لي لا طب انا هطلع بقى الاس باب،
اللي هو سكيور. سكيور ده بجرد ان هو دخل عمليه كده في النص تشفر لي الحروف او الداتا اللي طالعه من جهازي رايحه للسيرفر تخليها شكلها مختلف تماما بالشكل ده. فهمنا يا شباب؟ فهمت. معلش انا اسف بطول، ولكن انا عاوزك تفهم، انا عاوزك تفهم زي ما عودتكم في الكورسات اللي فاتت. خلاص كده تمام، نرجع للعرض بتاعنا كده اهو ونكمل. فهمنا الباب يا شباب وفهمنا الاس باب. خلي بالكم دي اسئله بتيجي للي عاوز يمتحن ان شاء الله، هيقول لك ايه الفرق بين الباب والاس باب مش عارف ايه، فتبقى فاهم. خلاص خلاص. طيب الحاجه الثانيه اللي معانا هي بروتوكول اسمه التشاب، تشالنجر هاند شيك اوثنتيكيشن بروتوكول. يعني ايه؟ يعني المصادقه باستخدام التحدي، تشالنجر يعني تحدي، تمام؟ مصادقه هاند شيك اوثنتيكيشن باستخدام التحدي. تحدي يعني ايه يا شباب؟ هو يقصد بالتحدي ان احنا مش انا وانت هننزل نتحدى بعض مثلا في حلبة مصارعه ولا في لعبه شطرنج ولا حاجه، لا، هو كل المفهوم هو نفس مفهوم الباسورد، ان الراجل ده هيطلب منه بيانات التحقق بتاعتي اللي هي اليوزر نيم والباسورد، فهدخل اليوزر نيم والباسورد، فمش هيكتفي بكده، هيقول لي لا، هو فعلا اليوزر نيم هو نفس اليوزر نيم اللي في قاعده بياناتي، وفعلا الباسورد هي نفس الباسورد اللي في قاعده بياناتي، بس لو سمحت انا برضو ما زال عندي ايه شك كده في، يعني معلش عايز اتحقق منك اكتر. طيب فيبدا يقول لك ايه، لو سمحت هو 5 زائد 10 بكام؟ قال يعني هو ده التحدي. هو فعلا على فكره يا شباب هو بيتم كده، التحدي ده ممكن يكون عمليه حسابيه، ممكن يكون ايه، يطلع لك مجموعه صور كده ويقول لك والله طلع لي صور السيارات اللي هنا او طلع لي صور الطرق. الناس اعتقد ان هي فاهمه انا بقول ايه، لان هي لمساها في الواقع لما بندخل الانترنت، بنحب مثلا داونلود لحاجه او بنسجل في حاجه، بيبقى يطلع لي كده حاجه اسمها الكابتشا يا شباب، اسمها كابتشا. لو رحنا برضو كده لجوجل وقلت له ايه هي كده تقريبا كابتشا، ايوه اهو، لو رحت كده اهي، ده شكل من اشكال الهاند شيك اوثنتيكيشن بروتوكول او التشالنجر هاند شيك اوثنتيكيشن بروتوكول، ان هو انا باخد منك اليوزر نيم والباسورد وبعد كده بطلع لك اي عمليه حسابيه، اي صوره واقول لك اكتب لي الرموز اللي فيها، اي صوره واقول لك مش عارف ايه كده، كزياده في التحقق. تمام كده يا شباب؟ تمام. النهارده ان شاء الله هنوقف عند الجزء ده علشان ما نطولش وقت الحلقه، وعلشان برضو المعلومات اللي احنا خدناها ما تبقاش كتيره على الاستيعاب. احنا كده اتعلمنا ايه النهارده يا شباب؟ اتعلمنا الاوثنتيكيشن اشكالها ابسط شكل بينها اللي هو الباسورد، وعرفنا نحقق شروط الباسورد عشان نحمي نفسنا ونامن نفسنا كويس، واستعرضنا كمان بروتوكولين من اللي بيستخدم في او ثلاثه عفوا، اللي هو الباب والاس باب والشاب. اشوفكم ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا في خطوة جديدة في طريقنا الآن للمعلومات. الخطوة اللي فاتت إحنا تكلمنا عن الأوثنتيكيشن وخدنا ثلاث بروتوكولات من بروتوكولات التحقق اللي هو الأوثنتيكيشن، يعني خدنا بروتوكول الباب وخدنا الاس باب وخدنا الشاب، وقلنا يا شباب إن التحقق مهم جدا لأن الأنظمة والبرامج والمواقع الإلكترونية لابد من إنها تتحقق من هويتي الرقمية علشان بعد كده تمنحني التصريح أو التفويض اللي أنا أستحقه. طيب الخطوة ديت هنستكمل كلامنا عن التحقق، لكن قبل ما نستكمل كلامنا نحب نفكر إن التحقق عندي ثلاث أنواع. التحقق بيتم بثلاث أنواع، خلي بالكم ما نلخبطش بين طرق ونوع. احنا اتكلمنا عن طرق التحقق اللي هو شيء يعبر عنك او شيء تعرفه او شيء تملكه، صح كده؟ ودي كانت طرق التحقق. لكن انواع بقى التحقق، انواع مش الطريقه اللي بتحقق منك، لا، النوع عندي برضو ثلاث انواع. اول نوع هو التحقق بخطوه واحده، ثاني نوع التحقق بخطوتين، ثالث نوع التحقق باكثر من وسيله تحقق.
اول نوع احنا خدناه الخطوه اللي فاتت اوريدي، اللي هو التحقق بخطوه واحده، اللي هو ايه، اللي هو انت مين، انا فلان، طيب اتحقق منك ازاي، والله الباسورد بتاعتي اهي، او انت مين، انا سي من الناس وادي بصمتي اهي. فهي وسيله واحده فقط بيتم من خلالها التحقق منك، ادي اول نوع. تاني نوع لو حبيت ان انا ارتقي بالامان بتاعي لدرجه اعلى، بتحقق منك بخطوتين، ليس فقط، لا اكتفي بخطوه واحده، اتحقق منك بخطوتين، بيسموه في الانفورميشن سيكيورتي تو فاكتور اوثنتيكيشن، احفظوا ده كويس او اتعلموه كويس، تو فاكتور اوثنتيكيشن يعني التحقق بخطوتين، اللي هو هنتكلم عنه في الخطوه بتاعتنا ده، واللي بيتم من خلال بروتوكول شهير جدا. طبعا هم البروتوكول كتير، لكن البروتوكول اللي معانا النهارده شهير جدا، حضرتك وحضرتك وانا وانت وزيد وعبيد وكل الناس بتستخدمه، طالما دخلت العالم الرقمي بتحصل على خدمة، اكيد بتستخدمه. لو عندك فيسبوك، لو عندك تويتر، لو عندك جيميل، لو عندك حساب في البنك، فانت لابد ان انت تكون بتستخدمه. لكن انت بتستخدمه ما كنتش عارف اسمه ايه او آلية عمله ازاي. تعالى علشان ما نطولش وقت الفيديو ناخده كده سريعا، وخلي بالكم هناخده عملي كمان علشان نشوفه كده بيتم ازاي. تمام، اوكي. اسمه ايه؟ اسمه OTP. ده من انواع ايه؟ من انواع التحقق بخطوتين، اللي هو بيسموه second factor او two factor authentication. OTP اختصار ايه؟ اختصار one time password. يعني ايه الكلام ده؟ يعني باسورد لمرة واحدة فقط. يعني ايه برضو المرة واحدة فقط؟ يعني صلاحيتها مجرد ما دخلتها صح انتهت. احنا الباسورد بتاعتنا ممكن نستخدمها فترة معينة زمنية قد تطول او تقصر. يعني مثلا في ناس ما بتغيرش الباسورد بتاعها لمدة سنة سنتين، او طبعا ده مش صح. لابد ان انت علشان تكون اكتر امانا لازم الباسورد بتاعتك يعني ماكسيمم 45 يوم وتغيرها. اوكي تمام. هنا بقى الباسورد ديت بتمنح ليك لمرة واحدة فقط، يعني مجرد ما انت بتستخدمها صلاحيتها انتهت. تمام، اسمها OTP اللي هي one time، حتى من اسمها كده، باسورد لمرة واحدة فقط، نوعها تحقق بخطوتين. يعني ايه الكلام ده؟ تعال بقى علشان نفهم يعني ايه، تعال ناخده بشكل عملي. تعال مع بعض كده ندخل على الحساب البنك بتاعنا. احنا دايما يا شباب بنقول حسابات البنكية، الحسابات البنكية، وبندي امثلة، لانها من المفترض تكون المواقع البنكية اكثر امانا من المواقع التانية، صح كده؟ لانه فلوس رايحة وفلوس جاية وارصدة وحسابات، فلازم تكون اكثر امانا. طيب تعال عشان ما نطولش نروح نعمل ايه، نروح على حساب. طيب ده البنك اللي انا الاكاونت بتاعي عليه. اوكي، احنا داخلين نعمل ايه يا شباب؟ داخلين نتحقق او داخلين نشوف OTP ده بيتم ازاي. خلاص تمام، فانا هدخل على حسابي كده من هنا، هقول له لوجن، هقول له لو سمحت انا عاوز ادخل على الحساب بتاعي، زي ما حضرتك بتدخل على حسابك وحضرتك بتدخلي على حسابك واي حد عنده، مش شرط على فكره بنك، يعني خلينا نقول جيميل او فيسبوك او اي شيء. تمام، بس بشرط تكون انت مفعل خاصية التحقق بخطوتي. طيب قال لي ادخل بيانات حسابك. طيب يعني ادي اليوزر نيم بتاعي، هو هنا دلوقتي بيسألني انت مين، فقلت له والله انا اليوزر بتاعي ادي انا اهو. فقال لي طيب الباسورد بتاعتك ايه؟ هبدأ ادخل له الباسورد بتاعتي، ادي كده ايه وسيلة التحقق الاولى، ان انا ادخل له الباسورد. خلاص، وهقول له لو سمحت انا عاوز الوجن او عاوز ادخل يعني. تمام، هيبدا يتحقق من معلوماتي اللي انا دخلتها صح ولا غلط. شايفين هنا بيقول لي ايه بقى؟ هنا جات لي وسيله تانية للتحقق، اللي هي ايه يا شباب؟ OTP اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. قال لي انتر the one time password، لو سمحت دخل الباسورد اللي جات لك لمره واحده، اللي هو الكود بتاعك، صح كده؟ ولو سمعنا كده ان جاتني مسج او جاني SMS فيها الكود، بمجرد ما ادخل الكود هنا واقول له خلاص شكرا كده، ايه؟ انا قدرت ادخل.
من خلال التحقق بخطوتين. طيب هل لو انا بقى لا املك الاو تي بي دي هقدر ادخل؟ لا. طيب لو انا حصلت بطريقه ما على باسوردك او باسوردك او باسورد سيب من الناس وقدرت وعاوز بقى اروح للحسابات البنكيه بقى احول بقى فلوس لحسابي واعمل واشتري وابيع وكده من غير ما يكون معايا الوسيله الثانيه اللي هي الاس ام اس اللي هتجيني على الموبايل بتاعي او على السمارت فون الخاص بيا، هل هقدر يعني حتى بعد ما قدرت ان انا اخترق حسابك بالحصول على الباسورد انا مش هقدر ان انا اعمل اي حاجه لاني استطعت فعليا احصل على وسيله واحده من وسائل التحقق، بينما الحصول على الخدمه دي يتطلب وسيلتين من وسائل التحقق. خلاص شباب البروتوكول ده اتفهم، خدناه بشكل بسيط وشكل عملي، اعتقد ان كلنا بنستخدمه. لابد ان تقوم بتفعيل التحقق بخطوتين على كافه المواقع اللي انت بتتعامل معاها، سواء مواقع التواصل الاجتماعي او حتى الخدمات اللي هي الواتساب والانستجرام والحاجات دي كلها، لازم تقوم بتفعيل الخدمه ديت لان اعلى مستوى من الامان، وبكده تكون حميت امانه يعني حميت حساباتك بشكل امن. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب يا شباب علشان نقيس مدى معرفتنا في الخطوات اللي فاتت، سؤال الفيديو ده: ما هو الفرق بين بروتوكول الباب والاس باب؟ سؤال مرة أخرى: ما هو الفرق بين التحقق باستخدام بروتوكول الباب والتحقق باستخدام بروتوكول الاس باب؟ هنا بنأكد يا شباب إن الأسئلة اللي بنسألها ديت غير إنها بتقيس مدى المعرفة أو مدى التفاعل مع الكورس، هي يعني بنقيس بيها إحنا هنستمر في الكورس بطريقتنا ديت ولا هنقف أو هنغير الطريقة، لانه من غير المعقول انه فيديو مثلا يبقى عليه 1000 مشاهده او 1000 وشويه ولما نسال سؤال للاسف نلقى 4 أو 5 ماكسيمم اللي مجاوبين، يعني تقريبا اقل من نص في الميه، وده طبعا مؤشر بيكون سلبي. وهنا بحب اشكر كل من يتفاعل معانا بردود على الاسئله اللي احنا بنقيس بها مدى المعرفه. بحب اشكر على وجه الخصوص الاخ محمد الاتيبي والاخ كريم الغمري، هم اكتر ناس او اسرع ناس جاوبوا علينا في الفيديو رقم 5 اللي فات. اتمنى من الجميع ان شاء الله تحقيق اكبر استفاده من المعلومات اللي ترد في الفيديوهات بتاعتنا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في خطوة جديدة من طريقنا لعلم المعلومات. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن بروتوكول قوي جدا ومتشعب وهنختم به موضوع الاثنتيكيشن. التحقق بالنسبة لنا مهم جدا جدا. الناس اللي بتكتب في التعليقات إن الكورس لازم يكون تطبيقي أو عملي، المادة العلمية أنا ذكرت في بداية الفيديوهات إنها ما فيش فيها عملي، ده يعيبها. لكن مع ان مفيش فيها عملي احنا غطينا جزء كبير من الواقع كده، وكنا بندي امثله عمليه علشان الناس تفهم اكتر. وعمرك ما هتشتغل عملي الا لازم تفهم. يعني شفت حد كده وهو طالع الدور الاول خدها كده وان ستيب، يعني حط رجله في الارض وبعد كده راح طالع الدور الاول على طول، ولا بياخدها ستيب باي ستيب كده، بياخدها سلمه او حتى سلمتين مع بعض. لكن هل سمعت او شاهدت ان في حد بيبقى واقف على الارض يمد رجله كده يطلع الدور الاول؟ مش هتبقى يعني ما اعتقدش. طيب بروتوكولات التحقق كتير جدا، ولكن احنا بناخد اشهرها علشان حضرتك تفهم يعني ايه تحقق، يعني ايه اوثنتيكيشن. ولما تفهم اي بروتوكول هيتقالك عليه ان ده بروتوكول او اوثنتيكيشن بروتوكول، انت هتكون عارف يعني ايه تحقق ويعني ايه بروتوكول تحقق، والدنيا بالنسبه لك هتبقى كويسة. الكيربروس هو احد اشهر بروتوكولات التحقق، واتسمى كيربروس علشان كان في اسطورة قديمة يونانية بتقول ان في كلب لثلاث رؤوس او كلب حراسة لديه ثلاث رؤوس زي الصورة ديت. انت لو فتحت جوجل كتبت كيربروس واخترت الصور هيطلع لك تقريبا هي الصورة ديت، ما فيش غيرها.
الكلب الحراسة ده ليه ثلاث رؤوس زي ما احنا شايفين، علشان كده هو اتسمى الكيربوس، لان الكيربوس بيعمل ثلاث اشياء. احنا في البروتوكولات السابقة كنا بنقول ان في مثلا بروتوكول الباب او الاسباب او الشاب او اي من البروتوكولات اللي احنا خدناها، كانت بتعمل ايه؟ كانت مجرد ان هي بتتحقق مني وبس، يعني بتتحقق من يوزر نيم، بتتحقق باسورد، بتتحقق من كود فقط. لكن كيربوس بيتعدى موضوع التحقق. علشان نفهم بنسبة كبيرة يعني ايه كيربوس وايه هم الثلاث اشياء اللي بيعملها، تعال ناخد المثال ده من واقع حياتنا. انت لو بتنتقل من دولة الى دولة باستخدام الطائرة، فانت مجبر اول خطوة تعملها ايه؟ ان انت تحجز تيكت، اوكي؟ لكن هل التيكت او التذكرة يعني، فبتروح لموظف الحجوزات او بتدخل على الانترنت تكتب بياناتك، رقم جوازك، اسمك الثلاثي، رقم الاتصال بيك، وهكذا المتطلبات بتاع الحجز. وبعد كده انت بتاخد تيكت بتجي لك على الايميل او بتطبعها ايا كان. هل التيكت ديت اللي انت خدتها واللي هي تعتبر هوية لإثبات، يعني هوية تقدر تتعامل بيها في المطار، هل هي اللي بتتيح لك الوصول لدخول صالة السفر والوصول للطيارة؟ هل هي ديت ولا في حاجة تانية؟ طيب هنتخيل كده ان انت بعد ما دخلت حجزت بقى معاك تيكت، توجهت للمطار، في خطوة تانية. الخطوة التانية ديت ان موظف الكاونتر لازم يتحقق من بيانات الحجز، هل هو حجز صحيح ولا لا، هل انت الشخص اللي تم حجز التذكرة باسمه ولا لا. فبيشوف الباسبورت بتاعك، بيشوف البيانات بتاعتك، بيتحقق منها. ادي كده اول خطوة، صحيح؟ صحيح. بعد كده بيديك ايه؟ بيديك حاجة اسمها بوردينج، اللي هو بتتعامل بيه تستطيع بيه الوصول لصالة السفر، صح كده؟ خلاص التيكت انت ممكن ترميها في الزباله، خلاص ملهاش لازمه بقى. الاول خطوه ديت احنا اتحققنا منك، عرفنا ان انت شخص المقصود او الشخص المخول ليه السفر، علشان كده صدرنا لك بوردنج. البوردنج ده هو اللي بيتيح لك ان انت تحصل بقى على خدمه المقعد اللي في الطياره، وتستطيع من خلال البوردنج ان انت تسافر. خلاص كده يا شباب. كيربوس بقى بيعمل ايه؟ بيعمل نفس الشيء تقريبا. اول حاجه حضرتك بتدخل بياناتك اللي هي اليوزر نيم والباسورد، يبدا يتحقق منك هل انت فعلا موجود في قاعده البيانات الخاصه بيه او قاعده البيانات الخاصه بالسيرفر اللي هيديك الخدمه. ادي اول خطوه. خلينا نفترض انه ما لقاش بياناتك، خلاص هيقفل عليك ويقول لك انا مش عارفك، شكرا، مش هتقدر تدخل تحصل على الخدمه دي. طيب لو عرف او لو تاكد ان انت موجود، لو تأكد ان انت موجود، لو هو بروتوكول تحقق عادي من اللي احنا خدناهم، بيدخلك خلاص، صح كده؟ بيقول لك اتفضل ادي الخدمة بتاعتك، اتعامل بقى. لكن هو عشان الكيربوس اقوى من انه يكون فقط بروتوكول تحقق، هو بيتحقق من بياناتك. لو ليها صح بيروح مديك من عنده هو حاجة اسمها كي، مفتاح كده مشفر مع فك الشفرة الخاصة بيه. يعني بيصدر لك مفتاح مشفر، وبيديك كمان مع المفتاح ده فك الشفرة الخاصة به. ادي تاني خطوة. تالت خطوة او تاني راس يا شباب، هو احنا قلنا ان احنا هو تسمى كيربروس علشان في اسطورة بتقول ان في كلب ليه تلات رؤوس، وهو بيعمل تلات اشياء. اول حاجة بتحقق منك، تاني حاجة بيديك الكي المشفر ده، تالت خطوة بالكي انت مش بتدخل بالباسورد بتاعتك، خلي بالك، ولا بتدخل ببياناتك، دي زياده في الامان. هو بياخد بياناتك كده يتحقق منها، ويروح مديك مفتاح من عنده، مفتاح مشفر، تدخل بيه الخطوه الثالثه، ياخد منك مركز اللي اسمه حاجه اسمها تي جي تي، تمام، بياخد منك المفتاح اللي انت جاي بيه، وبيديك حاجه اسمها تيك، تذكرة دخول للخدمة، تدخل بيها تاخد الخدمة بتاعتك. خدمة بقى ايا كان الخدمة دي، نوعها بيع شراء، نوعها وصول لحساب، نوعها اي شيء. فانت لو بتتعامل مع شيء او خدمة او موقع الكتروني بيعتمد بروتوكول الكيربوس في الاوثنتيكيشن، لان احنا بنقول ان البروتوكولات الاوثنتيكيشن كتير جدا، لو انت بتتعامل او
يعني داخل مع اي مزود خدمه او سيرفر او موقع الكتروني بيعتمد بروتوكول الكيربوس في التحقق من الهويات، فاللي هيتم هو الثلاث خطوات اللي احنا قلناها دي. هنا حد ممكن يسأل نفسه يقول طيب ليه البروتوكولات السابقه كانت بتتحقق من الهويات باستخدام يعني اساليب قد تكون بسيطه مش معقده زي الكيربوس؟ طيب هنتخيل ان احنا شغالين على بروتوكول مثلا، خلينا نقول الاسباب، يعني الاسباب مشفر سكيور باسورد اوثنتيكيشن بروتوكول زي ما احنا اتكلمنا عنها. خلي بالكم انه زي ما قدرت اشفر باسورد انا اقدر افك شفرة الباسورد، صح كده؟ يعني زي ما في تول بتستطيع الحصول على الكلمات السر المشفرة، في برضو ادوات وبرامج تستطيع فك تشفير كلمات المرور. فهنا الكيربروس قضى على مشكلة ايه؟ ان حضرتك لما بتدخل بتقول له ادي بياناتي اهي، بياخدها منك وبيستبدلها بايه؟ بالكي، يقول لك طب اتفضل ادي مفتاح مشفر هو كمان، وروح للخطوه اللي بعديها هيسالك على فك تشفير المفتاح اللي معاك فدهوله. فهنا لو اي حد قدر يخترق العمليه ديت هو هيحصل في النهايه على ايه؟ على بياناتك ولا على المفتاح المشفر؟ خلينا نقول على المفتاح المشفر. حتى لو قدر يحصل على المفتاح المشفر من هنا، هو فاضل له كمان خطوه ثانيه ان هو مش هيقدر يدخل على الخدمه الا باستخدام ايه؟ التيكت. فهنا نلاحظ ان الكيربوس بروتوكول قوي جدا جدا، وغالبا يا شباب 95% من استخدامات الكيربوس بتبقى في النتورك، مش في يعني اي حد هيشتغل شبكات او اي حد شغال اوريدي شبكات هو عارف يعني ايه كيربوس وفاهم انا بقول ايه. الفيديو اللي جاي يا شباب مهم جدا 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 لأي حد بيتعامل مع الإنترنت، متخصص أو غير متخصص، دارس أو غير دارس، مهم للجميع. يعني هتكتشفوا إن كان في هنجاوب على معلومات أنت بتسألها لنفسك، وهتعرف حاجات كانت غايبة عنك كتير. فيعني إن شاء الله بسأل ربنا القبول والتوفيق. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع في خطوة جديدة من خطواتنا لأمن المعلومات. في البداية بننوه أن الفيديو ده مش هنشرح فيه مفاهيم أو مصطلحات زي الفيديوهات السابقة، لكن هو مهم جدا لكل من يتعامل مع العالم الرقمي، وأعتقد أن كلنا في النهاية بنتعامل مع العالم الرقمي. انت كمان لو عندك حسابات تواصل اجتماعي زي فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب وغيرها، فالفيديو ده مهم جدا ليك. في الفيديو ده احنا هنجاوب تقريبا على اسئلة غريبة جدا احنا سألناها في مقدمة الكورس في الفيديو رقم 1، وكمان هنسأل اسئلة اكتر غرابة وهنكتشف اجابتها انه حاجات احنا ما كناش عارفينها او كنا بنسألها لنفسنا وما كانش ليها جواب او رد مقنع بالنسبة. لو عندك حسابات تواصل اجتماعي، وكلنا تقريبا عندنا حسابات تواصل اجتماعي، المواقع دي بتقدم لي الخدمات، خدمات عرض المحتوى، خدمات نشر المحتوى، خدمات التواصل الاجتماعي، التواصل مع افراد العيله والتواصل مع الاصدقاء بشكل مجانا تماما. يعني ليه فيسبوك لما بحب اني اشترك من خلاله واعمل اكونت على فيسبوك ما بياخدش مني فلوس؟ هو في المقابل بيستفيد مني ايه؟ ليه جوجل لما بتقدمني ايميل بقدر من خلاله ان انا اربطه بالقناة اليوتيوب الخاصة بيا، بقدر اربطه بحسابي على الموبايل بتاعي، ما بياخدش مني فلوس تماما. يعني حتى لو كان الحساب ده هيقعد سنة او 10 سنوات ما بيحاسبنيش عليه، جوجل برضو بيستفيد مني ايه؟ طيب حسابات التواصل الاجتماعي ديت، لو هنفترض مثلا ان انا عندي حساب فيسبوك انا انشأته في 2010، احنا دلوقتي في 2020 فهو ليه 10 سنوات، هل بياناتي ومعلوماتي ديت اقدر اطلع عليها؟ يعني كم عدد البوستات اللي انا رفعتها، كم بوست انا عملت له شير او مشاركة، كم اعجاب تم من خلالي، كم رسالة صوتية او حتى رسالة نصية انا بعتها في خلال ال10 سنوات ديت، البيانات دي فين؟ هل اقدر اني اوصل لها واطلع عليها مرة كمان؟ وازاي احصل على نسخه من بياناتي؟ كمان ممكن تكون شركات السياحه بتبعت لي عروض
على الايميل بتاعي او على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بيا لنفس الوجهات اللي انا مهتم بيها. هي عرفت منين؟ طب ليه لما بدخل مواقع البيع والشراء زي امازون، اي باي، علي اكسبريس، وبدور على سلعه او حتى بتصفح كده تصفح السلع الموجوده والمنتجات، ليه بعد ما بيتم التصفح ده لما بدخل فيسبوك او تويتر بشوف نفس الاعلانات للمنتجات اللي انا شفتها او منتج مشابه ليها؟ هو عرف ازاي ان انا مهتم بالحاجات ديت، او عرف ازاي ان انا جاي اصلا من مواقع بيع وشراء؟ الاسئله كتير جدا والاجوبه ان شاء الله هنتعرف عليها في الفيديو ده، فارجوك ركز معايا. علشان نكتشف الحاجات ديت لازم نعرف كويس جدا انه علشان يستفيد مني لازم يتتبعني. يتتبعني يعني ايه؟ يعني يمشي ورايا خطوه بخطوه. فاكرين واحنا بنتكلم عن التريبل اي؟ فاكرين مصطلح الاكاونتنج وانا قلت لكم ده سجل كده بيمشي وراك خطوه خطوه، يعرف صلاحياتك او تصريحك انت استفدت بيها او حاولت تتخطاها او العمليات يسجلها عليك؟ فاكرين صح؟ ممتاز. في الفيديو ده احنا هناخد حاجه مشابهه، تمام؟ المواقع بقى هي اللي بتعملها. يعني خلينا ما نتكلمش كتير ونروح للجزء العملي. هنتخيل حالا انه انا كمستخدم داخل استعرض المواقع اللي بزورها بشكل يومي، تقريبا جوجل، يوتيوب، واتساب، فيسبوك، تويتر. فهنتخيل ان احنا بنبدا يومنا بنعمل الاشياء الروتينيه بتاعتنا كده، يعني هنفتح جوجل. لكن خلي بالك انا عاوز اوريك حاجه، يعني ارجو من حضرتك التركيز. انا هوريك اضافه وبطلب من حضرتك ان انت تضيفها، هي بتنزل على متصفح الفايرفوكس، واعتقد انه كمان الكروم تستطيع الحصول عليه. اسم الاضافه لايت بيم، اوكي اهي شكلها الحالي. ممكن نفتحها بصفحه جديده كده، هنفتحها من هنا، هنفتح الاضافه من هنا، هيطلع لي بالشكل ده او كده اول مره. شاشه سوداء ما فيهاش اي شيء. خلي بالك انا هنا داخل على جوجل، اوكي اتفقنا. من جوجل يعني هحاول ان انا ازور او هتصفح الاخبار بشكل روتيني احنا تقريبا في كل يوم، فهروح على الموقع سكاي نيوز او اي موقع انت بتفضله، وهبدا اني استعرض الاخبار زي ما بعمل كل يوم. ومثلا ممكن الاقي الخبر ده شدني فافتحه وابدا اقرا تفاصيل الخبر. انا كده بمارس عاداتي الروتينيه بشكل يومي طبيعي جدا. لو رحنا كده للاضافه هلاقي ايه؟ هلاقي ان انا قال لي انت دخلت جوجل، ومن جوجل بدات تتصفح او يحولك على جميع المواقع ديت. سكاي نيوز عربية، يوتيوب، أنا فعليا ما دخلتش يوتيوب، خلي بالكم يا شباب، أنا فعليا ما دخلتش يوتيوب، لكن هنا من خلال الموقع ده سكاي نيوز هو بدأ لا شعوريا من غير ما أنا أسمح له إنه يحولني على مواقع تانية، هو أوريدي رابط نفسه بيها علشان يبدأ يستقي منها الأخبار أو يبدأ يطلع لي منها اعلانات. طيب تعالى ناخد مثال بشكل اوضح. لو رحنا كده وقلنا مثلا افتح لي تويتر، اوكي نفتح كده حسابنا في تويتر، ده حسابي في تويتر اهو، وهبدا برضو استكشف، هبدا استعرض الاخبار زي ما انا وانت وسيم من الناس وصاد من الناس بيعمل. لو رحنا كده للاضافه يا شباب هلاقي ايه؟ هلاقي الدايرة بدأت توسع من ادي تويتر اهو، تويتر ربط نفسه بموقع تاني اهو بدبل كليك دوت نت، وبعد كده منه لجوجل اناليتكس اللي هي احصاءات جوجل، ومنه لمش عارف فليب بورد، ومنه خلي بالك ان انا لو استمريت في التصفح يعني لو قعدت تقريبا 3 4 دقايق هتلاقي ان الدايرة دي وسعت
يعني اتسعت بشكل بشع، هتلاقي قد ايه انه كم كبير جدا من المواقع بتبدأ تربط مع المواقع الرئيسية اللي حضرتك بتزورها بشكل يومي ايا كان نوع الموقع. لو رحنا هنا ليوتيوب، خلينا نروح ليوتيوب، مش هي دي المواقع اللي انا وانت وسيم الناس وصوت من الناس كلنا تقريبا بنزورها؟ لو رحنا كمان للينكد ان مثلا، انا بدخل عليه بشكل يومي علشان اتواصل مع الزملاء. انا دلوقتي فاتح كام موقع يا شباب؟ فاتح ادي تويتر، لينكد ان، وادي يوتيوب. تمام، خلاص انا هبدا اتصفح الموضوعات، هبدا اتعامل بشكل عادي جدا زي ما بتعامل بشكل يومي. لو رحنا كده يا شباب للاضافه، هلاقي ان الدايره اتسعت اكتر. بدا يقول لي انت هنا داخل على لينكد ان، ده كده موقع لينكد ان، ولينكد ان رابط نفسه مع الموقع اللي هو الريدر، ورابط نفسه مع مش عارف مع ايه، و و و فهتلاقي الدايره اتسعت، بدات تتسع، تتوحش، تتوغل كل هؤلاء. خلي بالك انا دخلت يوتيوب ولسه ما شغلتش ولا فيديو، لسه ما شغلتش ولا فيديو حتى الان. يعني لو شغلنا مثلا فيديو زي ده، السلام عليكم ورحمه تمام، الله وبركاته. وبدات كده، لو رحت هلاقي بتتسع اكتر. الاضافه دي بتمكنني اني انا اشوف كم موقع من المواقع الفرعيه اللي بتربط تلقائيا مع مواقع الرئيسيه اللي انا بدخل عليها، وتزداد كلما تصفحت، كلما تعاملت بتزداد. هنا ده السبب اللي بيخليك تشوف الاعلان بتاع المنتج اللي حضرتك استعرضته في موقع الشراء او البيع، بتشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي، بيجي لك من خلال البريد. هي دي اللينكات المسؤوله او الروابط المسؤوله على ان انت تشوف الاعلان. هو بيشوف انت رحت فين، جيت منين، دخلت استعرضت ايه، وبيبدا يجمع عنك بقى بياناتك، بيان معلوماتك، خطواتك، يسجل وراك سجل كده بكل ما فعلته، بكل ما تفعله. ادي نموذج حي، وادي شكل عملي للاكونتنج اللي احنا اتكلمنا عليه. تمام كده يا شباب، لو رحنا هنلاقي الدايره بتتسع كلما استعرضت. يعني لو شغلت فيديو تاني، لو رحنا هنا استعرض مثلا اي هاشتاج، لو رحنا على تويتر، خلي بالكم انا لسه ما فتحتش فيسبوك، ده طامه كبرى يعني، ده بقى طامه كبرى. اوكي، هلاقي لو فتحت موقع تاني برضه زي موقع مثلا يودمي اللي انا بسجل عليه الكورسات بتاعتي، انت تفتح الموقع يعني، انت ممكن تجرب. اهم حاجه تكون الفكره وصلتك. انت ممكن تجرب تنزل اضافه، بالتاكيد تاني الاضافه اسمها لايت بيم، لايت بيم. اوكي، اعتقد ان هي بتنزل مع فايرفوكس ومع ال جوجل كروم. اوكي، لو رحنا هنلاقي الدايره اتسعت اكتر. شايفين يا شباب اتسعت اكتر، وكل المواقع دي اتربطت مع مواقع تانية. انت من يعني ممكن تكون الموقع ده انت من اول مره تسمع عنه، عمرك ما يعني فتحته. شايف فيسبوك؟ انا ما فتحتش فيسبوك شباب. شايفين فيسبوك؟ انا مش فاتح فيسبوك، فاتح تويتر، لينكد ان، يوتيوب، يودمي. انا مش فاتح فيسبوك فعليا، لكن هو ربط، بدا يربط يعني، دخل نفسه كده من الاول. تمام كده شباب. اوكي، ارجو ان تكون فكره وصلت. ده اجابه السؤال اللي هو الشركات تستفيد مني ايه. الشركات بتاخد بياناتك، بتبعتها لمواقع البيع والشراء، بتبعتها لمواقع الدعايه والاعلان، بتبعتها لمواقع الاحصاءات العامه، تبدا تبيعها لشركات، تبدا تستفيد منها بشكل غير مباشر، وانت يعني طبعا فرحان ان انت بتدخل بشكل مجاني، بتتواصل مع زملائك وافراد العائله وما تدفعش حاجه. انت فعليا بتدفع كتير لكن بشكل غير معلوم. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه بقى، الشركات اللي بتتعامل او اللي انا بتعامل معاها بشكل يومي تعرف عني ايه؟ لو قدرت تجاوبني انت كنت فين من 3 سنين في نفس التوقيت ده، هقول لك هي بتستفيد منك. لو اجابتك ان انت كنت في الوقت الفلاني نايم مثلا، او في العمل، او مش عارف عندك مناسبه ما،
هقول لك انه في حد بقى عارف عنك كل ده واكتر. يعني في حد جهة تعلم عنك ما لا تعلمه أنت عن نفسك. تاني، هناك جهة ما تعلم عنك ما لا تعلمه أنت عن نفسك. تعال نشوفها بشكل عملي برضو زي ما شوفنا كده. تعال نشوفها بشكل عملي. هنضطر بس نقفل الحاجات دي أوكي، ونبقي فقط على جوجل حبيبنا. مين مننا دلوقتي يا شباب مفيش لا يملك حساب على جوجل او لا يتعامل مع جوجل؟ اعتقد مفيش، صح؟ يبقى الاتفاق ان احنا تقريبا نسبة 99.9 من 10 بنتعامل مع جوجل، صح كده؟ تمام. انا هنا على محرك بحث جوجل وداخل بالاكاونت بتاعي او بالحساب بتاعي، وانت هتدخل بالحساب بتاعك وسيم من الناس هيدخل بحسابه، وزيد هيدخل بحسابه، وعبيد هيدخل بحسابه. هنروح نستعرض حاجة اسمها نشاطي أو my activity على جوجل. خلينا نشوف كده بالعربي أو بالإنجليش activity نشاطي، وأقول له إيه انتر. هلاقي كده مرحبا بك في نشاطي. لو اللي عاوز يستخدم بالإنجليش أهي activity، تمام، هيوديك تقريبا على نفس الصفحة ولكن بالانجلش. خلينا بس ايه نرجع بك كده ونشوف الصفحة اللي بالعربي علشان نفهم اكتر. تمام، هيفتح لي الصفحة الخاصة بالنشاط. انا سألته سؤال وبسأله تاني لحضرتك للجميع ولنفسي، هل يا ترى انا اقدر اعرف انا كنت فين من 3 سنين او من سنة ونص او من 4 سنوات؟ دخلت مواقع ايه وبحثت عن ايه؟ كلمت مين؟ فتحت الفيسبوك ولا الواتساب كم مرة؟ هقدر اجاوب؟ اعتقد ان مش حد ممكن يجاوب. جوجل ممكن يجاوب على السؤال ده واكتر. تعالوا شوفوا ازاي. لو استعرضنا نشاطنا كده، انا طبعا ده الاكاونت بتاعي وده نشاطي، ما عنديش اي مشكلة وليس لدي ما اخفيه يعني، الحمد لله. فقال لي انت اليوم اهو استخدمت محرك بحث واستخدمت اندرويد سيستم وعملت 59 حاجه ثانيه. لو عملت كده هيبدا يقول لي ايه هي ال 59. خلي بالك قال لي ايه، تمت زياره اخر الاخبار من سكاي نيوز عربيه اللي هو الموقع اللي فتحناه تقريبا من 3 دقائق، وقال لي ده كان في 1:46 مساء. بعد كده زرت نشاطي، بعد كده مش عارف رحت البي بي سي الساعة 11 الصبح. خلاص كل ال 59 نشاط اللي أنا عملتهم النهاردة بدأ يسجلهم عليا بالساعة بالدقيقة باللينك. أوكي طيب، يعرف عني إيه تاني جوجل؟ يعرف عني التطبيقات اللي أنا بستخدمها، يعرف عني المواقع اللي أنا بزورها، يعرف عني الأماكن اللي أنا بروحها. ده مش بس كده، ده بيجاوبني بالتاريخ. يعني خلينا نختار تاريخ عشوائي مثلا من هنا، هقول له لو سمحت انا يعني هات لي احنا في يناير 2020، لا انا عايز ارجع كده بالذاكره لورا لحد مثلا خلينا نقول 2017، خلينا نقول 2017 مثلا 1 اكتوبر. اوكي 1 اكتوبر، هقول له تطبيق، خلينا نشوف انا كنت فين او عملت ايه في 1/10/2017. قال لي انت بحثت او استخدمت محرك البحث لمره واحده، زرت جوجل مره واحده، دخلت بلاي اللي هو ستور يعني، ونزلت الابلكيشن ده، ونزلت كمان 5 حاجات تانيين، كنت في منطقه قريبه من مطار القاهره الدولي. شايفين الساعة 10:18 صباحا انت كنت في منطقة قريبة من مطار القاهرة الدولي يوم 1 اكتوبر 2017. خلي بالكم انا عارف ان الكلام ده ممكن يكون حد يعني اطلع عليه مسبقا، لكن انا واثق ان كتير جدا من الناس قاعدة دلوقتي منبهرة بقد ايه البيانات
ودقة التسجيل الأحداث من خلال جوجل ومن خلال فيسبوك. هنشوف بعد شوية فيسبوك كمان يعرف عن إيه، تويتر كمان يقدر يعرف عن إيه، زي ما اكتشفنا دلوقتي جوجل عارف عن إيه. طيب قال لي أنت استخدمت برنامج خرائط تقريبا 6 مرات، بعد كده يبدأ بقى بعد كده دخلت على موقع vodafone.com يوم 30 اللي هو يوم قبليه، يعني شايف باليوم باليوم بيسجل عليك كل حاجة. طيب يعني جوجل من ممكن يعرف، عرفنا دلوقتي اللي هو ممكن يسجل عليا المواقع الاتجاهات او المواقع الجغرافية يعني، ومواقع الإلكترونية، التطبيقات اللي انا بستخدمها، المواقع اللي انا بزورها، الكلمه، عدد مرات البحث، شايفينه. طيب يعرف عني ايه تاني او يجاوبني على ايه تاني انا ممكن ما كنتش عارف. لو رحنا هنا هيقول لي انشطه اخرى على جوجل، لو دخلت كده هيقول لي انا اعرف عنك سجل اليوتيوب انت شفت ايه، تمام، اعرف عنك كمان المواقع الجغرافية، انت الاماكن اللي زرتها. انت ممكن الاماكن دي تكون انت زرتها بشكل عابر ومش فاكرها، لكن هو فاكرها، او حتى انت فاكرها بس مش فاكر هي كانت في يوم ايه او في توقيت ايه، هو فاكرها. اوكي، لو رحنا مثلا سيمبل سي، لو قلنا ادارة النشاط، هيبدأ يحولني على الجوجل ماب او خرائط جوجل، ويطلع لي خريطة بتاع الأماكن أو كل الأماكن اللي أنا تواجدت فيها، اللي هي الأماكن يا شباب اللي هي باللون الأحمر، كل النقاط اللي باللون الأحمر أنا فعليا تواجدت فيها على في تاريخ حياتي كله، من ساعة ما تعاملت مع جوجل أو من وقت ما تعاملت مع جوجل. هتلاحظوا أن أنا كنت بتنقل ما بين الخليج وما بين بلدي في مصر. يعني لو كبرنا كده هلاقي ان انا رحت المدن ديت، اوكي، هنا اسكندريه، القاهره، اكتوبر، مش عارف ايه، وهنا رحت الرياض، المدينه المنوره، ينبع، مش عارف حفرباط كده يعني. اوكي، طيب كل نقطه من النقاط الحمراء ديت ممكن استعرض تفاصيل اكتر عنها. مجرد ما انا اضغط عليها كده، هيبدا يطلع لي معلومات اكتر عنها. لو كبرنا كده، اوكي، هيبدا يقول لي ايه، هيبدا يقول لي انت التاريخ ده كان 8 فبراير 2018، زيارتك للمكان ده كان 8 فبراير 2018، حضرتك كان يوم خميس رحت مدينة حفر الباطن في السعودية، واستخدمت السيارة وانت رايح يعني من الرياض لحفر الباطن، والمسافة كانت 437 كيلو، شايفين يا شباب؟ اوكي، ممكن نكبر كده عشان نشوف شوية، 437 كيلو، واستغرقت 6 ساعات و54 دقيقة بالسيارة. تمام، بعد كده وصلت للفندق اللي رحت فيه، كانت الساعة 11 صباحا. بعد كده مش عارف رحت لمنطقة اسمها التلال، استخدمت السيارة علشان تروحها، وده استغرق منك 17 كيلو متر وساعة واحدة. بعد كده رحت مكان اسمه قصر النخيل، انا والله ما فاكر، انا فعلا رحت المدينة بس انا الاماكن دي انا شخصيا مش فاكرها، انا الاماكن دي شخصيا لا اتذكرها. انا فعلا رحت المدينة ديت، كان عندنا شغل هناك، كان النتورك كان داون في الفرع اللي هناك، وكنت انا رايح يعني عشان اشوف الاشكاليه هناك، وبت فعلا في فندق اسمه ادولف، انا فاكر كويس جدا. لكن التلال بقى وقصر النخيل وبالتوقيت والساعه والدقيقه انا يعني مش فاكر الحاجات دي، لكن جوجل فاكرها، جوجل فاكرها. بعد كده خدت سيارتك وقدت المسافه 120 كيلو ووصلت مش عارف ليه، اوكي، وبدا يسرد عليك تفاصيل انت شخصيا ما تعرفهاش. لو رحنا لنقطه ثانيه ممكن يطلع لي حاجه جديده، دقه تسجيل الحدث بالوقت، تاريخ، الدقيقه، المكان. انا عارف ان في ناس ممكن تكون يعني مرعوبه
لكن الوضع يا شباب اكبر من كده كمان. انا ممكن مش عايز ادخل فيسبوك واقول لك انه، او ممكن اسالك انت اول بوست رفعته ايه، اول عمليه اعجاب كانت على موضوع بيتكلم عن ايه. كل ده بيتسجل عليك، كل هفوه بيتسجل عليك، كل مكان زرته، كل كليك ضغطتها، كل صوره شفتها، كل ملف صوتي سمعته على الفيسبوك، كل رساله صوتيه بعتها او استقبلتها، واحتمال كبير جدا يكون كل مكالمه صوتيه كمان هو مسجلها لك. فبالتالي انت بتتعامل مع شركات بتنهش في بياناتك ومعلوماتك علشان تستفيد منها، وبتوهمك ان هي بتقدم لك خدمه منك، بينما هي في الحقيقه بتقدم لك خدمه مقابل ما تحصل عليه من خلال البيانات والمعلومات بتاعتك اللي هي بعد كده بتتباع. زي ما قلنا من أشهر قليلة سمعنا كلنا أنه زوكربيرغ اللي هو المدير التنفيذي بتاع فيسبوك اعترف بعد محاكمته طبعا وإدانته أنه هو سرب ملايين الحسابات الخاصة بفيسبوك. هو طبعا ما سربش، هو باع يعني، بس لكن هم استخدموا كلمة سرب لفظ إعلامي يعني، لكن هو باع، هو باع البيانات ديت عبارة عن أرقام هواتف، عناوين إيميلز، باعها لشركات بقى تجارة إلكترونية، باعها الأسواق، باعها لشركات دعاية وإعلان. المهم إن هي تسربت، والشركات دي بتاخدها منه تشتريها طبعا، بتبعت لك بقى على البريد بتاعك عروض منتجات، تبعت لك عروض سفريات تستخدمها في إنها تتصل بيك وتعرض عليك فوركس وبوركس والحاجات دي كلها. فالموضوع كبير يا شباب، ويتعدى كمان الكلام اللي احنا خدنا منه حاجات بسيطة كده، بس انا يعني فضلت ان انا اركز انتباهك لكون يعني البيانات والمعلومات اللي احنا عمالين نقول ان احنا هنأمنها وازاي بتتأمن والتحقق والمصادقة والكلام ده قد ايه هو مهم، وقد ايه انت بتتعامل معاه بشكل يومي. في الفيديو الجاي ان شاء الله نجاوب على السؤال اللي احنا سألناه، ان هو الفيسبوك بتاعي بقاله مثلا 6 سنوات 7 سنوات انا بستخدمه، ازاي احصل على نسخة من البيانات الخاصة بي اللي هي بقى عبارة عن الصور، الفيديوهات، اللايكات، الشاتينج، كل شيء ازاي اخد منه نسخة، ومن تويتر كمان هناخد نسخة، وان شاء الله برضو هنفهم الاعدادات اللي بتخليني احجم المواقع دي ان هي تتتبعني وتحصل على بياناتي. هي كده كده هتحصل على بياناتي، ما عنديش اي مشاكل في الكلام ده، ولكن اما ان هي تحصل على كل بياناتي او انه بعض منها استطيع ان انا اخفيه يعني، او إن استطيع ان انا احجمه، اعمل كده ايه كنترول للموضوع. فآسف جدا ان احنا طولنا وقت الفيديو، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بالجميع في خطوة جديدة في كورسنا الطريق لأمن المعلومات. في الخطوة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن تتبع المواقع لبياناتي ومعلوماتي علشان تسجلها عليا وتبتدي توزعها للمواقع البيع والشراء ومواقع الإعلانات وما إلى ذلك. طالما اني بتعلم مع العالم الرقمي هو بيقدر او بيستطيع الحصول على بياناتي ومعلوماتي وبيخزنها في قاعدة بيانات الخاصة بي على اساس ان هو يستفيد منها كعمل احصائي او كتوجه معين، يعني حضرتك بتحب تدخل مواقع ايه او اهتماماتك ايه وهكذا. طبعا فيسبوك وتويتر وكل السوشيال ميديا عموما بتعمل نفس الشيء. وكنا وعدنا الناس ان احنا في الفيديو ده ان شاء الله هندي طريقة لنعالج بيها الأمر ده، لكن خلينا نتفق إنه مفيش علاج 100%. يعني إيه؟ يعني حضرتك مش هتقدر تمنعهم من مراقبتك أو الحصول على بياناتك بشكل قاطع، ولكن تستطيع الحد من المراقبة ديت من خلال النصايح اللي هنديها للناس إن شاء الله في الفيديو ده. أول نصيحة بحب أقولها لكم انه في الاماكن العامه وانت رايح مكان عام، يعني مطار او مكتبه او حتى بيت صديق من اصدقائك، وحبيت تستعمل الانترنت لازم تتاكد انك بتستعمل او مفعل الوضع المخفي. الوضع المخفي ايه هو الوضع المخفي؟ في الغالب جميع المتصفحات
اللي بتستخدم للدخول للانترنت سواء الكروم او الفايرفوكس وغيرها من المصفحات اوبرا وانترنت اكسبلورر وكتير جدا، هي اول ما بتستخدمه هي بتخزن بيانات البحث بتاعتك. يعني لو فتحنا جوجل وبدانا نعمل سيرش على يعني على حاجه انا حابب اشوف اطلع عليها، كل المتصفحات دي بتخزن البيانات دي. فانت علشان تمنع المتصفحات من ان هي تخزن بيانات البحث بتاعتك او بيانات كلمات المرور احيانا اللي انت بتدخل عليها في المواقع الخدمية وغيرها، فانت لابد ان تقوم بتفعيل الوضع المخفي. طيب الوضع المخفي ده افعله ازاي؟ انت لو بتستخدم كروم هتفتح الكروم وتضغط كنترول شيفت ان، كنترول شيفت ان علشان يفتح لك صفحة مفعلة فيها الوضع المخفي اللي احنا اتكلمنا عنه، ان هو بتقدر يعني تتصفح الانترنت بخفاء. يعني هو البراوزر او المتصفح بيقوم على طول تلقائيا بعد انتهاء عملية التصفح وتغلق المتصفح ده، بيقوم على طول حازف من نفسه كده جميع التيمب وجميع الهيستوري وجميع السيرش وورد اللي انت استخدمتها. تمام كده؟ تمام. طيب لو انا بستخدم فايرفوكس هيبقى كنترول شيفت بي، كنترول شيفت بي. اوكي يا شباب؟ تمام. اي حد بيستخدم متصفحات تانية ممكن يسيرش تفعيل الوضع المخفي من خلالها بيبقى ازاي. اوكي احنا هنا استخدمنا تقريبا اشهر متصفحين في المتصفحات اللي هو الكروم والفايرفوكس. طيب انا بفضل دايما اني استخدم الفايرفوكس لوجود ميزة انا يعني لم استطع الحصول عليها في متصفحات تانية. ايه هي الميزة؟ انا حابب اني اوريها لكم عيان. يعني لو دخلنا هنا، تعالوا كمان بالمره نجرب الوضع المخفي اللي هو قلنا كنترول وشيفت بي في الفايرفوكس. شايف هنا اول ما ضغطت كنترول وشيفت بي جاب لي ايه؟ جاب لي انت في نافذه خاصه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هيمسح الفايرفوكس تاريخ البحث والتصفح لما تنتهي، يعني بمجرد ما انا خلاص استخدمته هقفل كده، هو من تلقاء نفسه هيمسح اي عمليات ايه؟ اي حاجة انا قمت بيها. تمام. وزي ما قلنا التصفح المخفي ده بيتيح لي جلسة امنة كده، يعني سيشن سيكيور سيشن بيتم فيها ان انا بتصفح الانترنت بامان تام من غير ما اكون قلقان انه المتصفح ده هيخزن بياناتي، هيخزن كلمات مروري، هيخزن الحاجات اللي انا فتحتها، هيخزن العمليات البحث والحاجات دي كلها. تمام كده؟ يعني كأنك شخص مجهول بتتصفح الانترنت. خلاص تمام. كنت عايز اوريكم ايه؟ كنت عايز اوريكم اضافه رائعه جدا انا شخصيا بستفيد منها كتير، اسمها فايرفوكس مونيتور. اسمها ايه يا شباب؟ فايرفوكس مونيتور، فاير فوكس مونيتور. جميل. ايه هي؟ بتعمل ايه الفايرفوكس مونيتور ديت؟ هي عبارة عن موقع الكتروني خاص بالفايرفوكس او صفحة كده خاصة. كل اللي عليك ان انت تدخل الايميل بتاعك اللي انت بتستخدمه في التصفح، وهو هيروح يشوف الايميل ده استخدم في مواقع غير امنة ولا لا. يعني بيديك تقرير بيقولك والله انت فعليا استخدمت الايميل الخاص بيك ده في مواقع غير امنة او نسبة امانها ضعيفة ولا لا. تعال نشوف كده. انا لو فتحنا الفايرفوكس مونيتور، طبعا الاضافه دي انا يعني ما شفتهاش في الكروم ولا في الانترنت اكسبلورر ولا في الاوبرا ولا غيرها من الصفحات. علشان كده لما حد يسالني استخدم ايه من البراوزر على طول بقول له فايرفوكس. خلي بالكم يا شباب هو المعتمد في لينكس، واحنا عارفين كلنا ان نظام تشغيل لينكس اعلى امانا من الويندوز. تمام. لو دخلت الايميل الخاص بيا كده وقلت له check for breaches، breaches يا شباب يعني خروقات او ثغرات خلينا نقول. تمام. لو قلت له اوكي كده هيتشيك، هيكتشف. خلي بالكم هنا بقى ايه، قال لي this email appeared in two known data breaches. appeared يعني ظهر، ايميلك ده اللي حضرتك دخلته ظهر في موقعين يعني نسبة الأمان فيهم أو كان فيهم ثغرات. تمام. وهنا قال لي إيه alert
me about new bridges. يعني لو يعني يا فايرفوكس اخبرني او ابعت لي ايميل لو ظهرت كمان ان استخدمت الايميل بتاعي في مواقع عليها ثغرات. خلي بالكم هنا جايب لي موقعين اللي هم ماي فيتنس بال في تاريخ 21/2019 21 فبراير يعني من حوالي سنه، وهنا دروب بوكس من حوالي 5 سنين. خلي بالك ان ممكن يكون الدروب بوكس كان في الوقت ده كان فيه ثغرات وتم اصلاحها، ولكن هو برضه فايرفوكس يعني مازال الهيستوري بتاعه كده يعني متذكر العمليه دي، زي ما شفنا جوجل ماب قد ايه كان بيتذكر بياناتي ومعلوماتي والاماكن اللي انا زرتها ورحت فين ومشيت بالسياره قد ايه وتوقفت الكم كيلو والحاجات دي كلها. تمام، فهنا الاضافه دي هتمنع يعني هتفيدني في ايه؟ هتفيدني لو انا فعلت الاشعارات اللي هترد لي عبر الايميل لو مستقبلا دخلت اي موقع مخترق او اي موقع فيه ثغرات هيصيبني من خلاله اي اشياء غير مرغوبه، هقدر على طول هيشعرني بيها ومن خلال الاشعار ده هستطيع اني اغير الباسورد بتاع الايميل، يعني هعمل ان احتاط او هتخذ بعض التدابير. خلاص يا شباب، الموقع او الصفحه اسمها فايرفوكس مونيتور بدعو الجميع ان هي تطبقها. يعني انا بطلب من حضرتك دلوقتي ان انت تقوم بتطبيقها على نفسك من خلال زيارتها وادخال معلومات البريد فقط. هو بيحتاج منك بريد، مش محتاج منك باسورد ولا اي شيء، وهيشوف طبعا تكون انت اوريدي مستخدم فايرفوكس. طيب احنا هنجيب على السؤال الاكثر طلبا اللي هو ايه، اللي هو انت وريتنا في الفيديو اللي فات، يعني انا طبعا بقرا التعليقات بتاعتكم اسفل كل فيديو وبعتذر بيها جدا. واحد من اليمن كاتب لي انت يعني فاجئتنا ووريتنا موضوع غايه في الاهميه، انا لا يحضرني النص يعني نص الكلام ولكن فيما معنى الكلام، انه احنا يعني استغربنا انه جوجل قد ايه بتسجل بياناتي ومعلوماتي وتاريخ زياراتي للاماكن وقد ايه المسافات اللي انا قمت بقطعها، لكن فين الحل؟ يعني فين العلاج؟ وانا رديت عليه وقلت له انا ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي هو ده هقدم لك بعض طرق العلاج. ليه بقول بعض وبنركز على كلمه بعض؟ لانه يا شباب مفيش نظام امن 100%، دي قاعده، وطالما انت سمحت لنفسك تتعامل مع العالم الرقمي فلا بد ان من بعض التضحيات. يعني بياناتك هيتم الحصول عليها زيها زي في حياتنا العاديه. حياتنا العادية بيتم ايه؟ بيتم ان انت لو رحت تتقدم لوظيفة ما فبيطلب منك ملء استمارة فيها بياناتك، رقم هاتف، البريد، احيانا بيسألك عن هوايات ومش الهوايات، انا شخصيا ما اعرفش ليه، ولكن هي احيانا بيسألك كده، بيقوم بعد كده بتسريب المعلومات والبيانات ديت للجهات الاعلانية، للجهات الخدمية، بياناتك يعني انت بتمنحها بكيفك يعني برضاك. فبالتالي لما بتتعامل مع جوجل مع ياهو مع الفيسبوك انت برضو بتمنح البيانات دي برضاك، لانه في اتفاقية استخدام حضرتك من المفترض تكون معلم عليها علامة صح ان انت قرأتها، وتقريبا 99% ما حدش بيقرأها يعني، وبتقول له انا موافق وخلاص تدخل. قد تكون البيانات اللي حضرتك وافقت عليها فيها شرط من الشروط ان هو هيتم استخدام بياناتك ومعلوماتك، وارد جدا، لكن خلينا برضو نتفق انه بياناتنا ومعلوماتنا هي عرضة للمراقبة، عرضة للحصول عليها من غير اذن، لكن ومش هقدر امنع كده، لكن هستطيع اني احد من هذه الاشياء. تعالى نتعرف سويا كيف نحد من عملية الحصول على بيانات والمعلومات. احجم العملية دي ازاي؟ احجمها، خلينا نروح كده، لو رحنا النشاط الثاني هبدا اغير بقى في الاعدادات اللي تخليني مش اتخلص منها بشكل كامل، ولكن احد من ان جوجل يخترق خصوصياتي بالشكل اللي احنا شفناه في الفيديو اللي فات. فهقول له هنا عناصر التحكم في النشاط، تمام،
هيقول لي انه جوجل هيسجل عليك عمليات الكروم لو انت بتستخدم صفحة كروم والانشطة والمواقع والتطبيقات والاجهزة. انا قلت له اوكي، فانت ممكن تقول لا، فانت هتشيل علامات الصح ديت. حد يقول لي طب انت مخليها ليه؟ انا احيانا بيطلب مني اني اطلع اعمل تريننج في جهات ما، وبتكلم عن الموضوع ده بالذات كيف تحمي بياناتك. ف لما بطلب من الاشخاص انه حد يديني منهم الاكونت بتاعه على جوجل، بحتاج اكونت اشرح عليه زي ما شفنا الفيديو اللي فات. فيعني انا فاكر ان اخر جهة مثلا كانت جهة خيرية كبيرة، اول ما جينا للكلام عن سجل نشاط جوجل وهندخل نتعرف عليه ونشوف حركاتنا، وطلبت من الحضور انه حد يتطوع ويديني الاكونت بتاعه ونشرح عليه، اتنين منهم استأذنوا وواحد عمل نفسه بيتكلم في التليفون. وكانت ايه يعني، كانت حاجات ايه، علشان يعني هشوف بقى هو دور في ايه ودخل على موقع ايه فبالتالي الموضوع مش لذيذ. فانا مخليها لعمليات تدريب مشترك، لكن انت شيلها، انت شيل علامات الصح ديت. النشاط على يوتيوب والتطبيقات هقول له لا، هقفلها ما تسجلهاش عليا. هنا هيسالني هقول له ايوه ايقاف. اوكي، طبعا انا احنا قلنا ان انا بستخدمها اصلا فمش هضطر، لكن سجل الموقع الجغرافية اللي هو جوجل ماب ما تسجلهاش عليا، فهيبدا برضه يسالك هقول له ايقاف وهكذا. فانت هتقدر تتحكم منين يا شباب تاني؟ من عناصر التحكم في النشاط. بنجيبها منين؟ بنجيبها من نشاطي او ماي اكتيفيتي للي بيستخدم النسخه الانجليزيه. تمام، وهبدا ان انا اتحكم في ايه اللي يطلع ايه اللي ما يطلعش، ممكن الطر بيانات، ممكن اخليها، ممكن ابقى عليها وهكذا، علشان نقدم للناس بس بعض الحلول، مش حل بشكل نهائي. لا، احنا قلنا وبناكد، طالما انت داخل الانترنت بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، بياناتك معرضه ان هي تظهر للناس او تتوزع بشكل اعلانات او شركات الخدميه وهكذا. طيب، سؤال تاني. ممكن احنا خلصنا بقى جوجل وعرفنا ان هو بيسجل عليها تحركات وعرفت اتحكم منها منين؟ فيسبوك وتويتر اشهر منصتين للتواصل الاجتماعي تقريبا. احنا قلنا وسالنا سؤال في اول فيديو لو تفتكروا، قلت للناس انت مشترك على فيسبوك من 4 سنوات، تقدر تقول لي اول عمليه اعجاب او اول صوره انت عملت لها شير كانت صوره ايه وكان امتى؟ فطبعا ما اعتقدش ان في حد لسه فاكر يعني. فيسبوك فاكر الحاجات دي. طيب، اقدر ازاي اطلع على جميع بلا استثناء بيانات او جميع الانشطه اللي انا قمت بيها على فيسبوك؟ لو رحنا لصفحه فيسبوك، ادي الصفحه بتاعتنا يا شباب هنشتغل عليها. هروح من السهم اللي هو في اليمين ده واختار الاعدادات. هروح للاعدادات وهقول له ايه من هنا، هختار معلوماتك على فيسبوك. معلوماتك على فيسبوك هقول له لو سمحت انا عاوز انزل معلوماتي. خلي بالك ان في سجل النشاط زيه زي جوجل، اوكي، لكن هنا لو قلت له انا عاوز تنزيل معلوماتك، لو قلت له عرض كده هيبدا يحولني لصفحه المعلومات بتاعتي ويقول لي انت عاوزني انزل لك نطاق التاريخ. لو قلت له كل بياناتي يا شباب هتجيب لي من اول ما انا اشترك تقريبا في 2008، فانت بتتكلم من حوالي 12 سنه، كل عمليه اعجاب، شايف كل المنشورات، لو اخترت كده علامه صح هيقول لي المنشورات التي شاركتها على فيسبوك، المنشورات اللي تم اخفائها من يومياتك واستطلاعات الراي، كل شيء، الصور ومقاطع، صور ومقاطع قمت بتحملها ومشاركتها، التعليقات اللي عملتها، تسجيلات الاعجاب، الاصدقاء، القصص، كل شيء كل شيء. فيسبوك عنده نسخة منه من 12 سنة هو محتفظ بيها. تمام، كل بياناتي من هنا هبدأ أقول له إيه، أختار بقى البيانات اللي أنا عايز يعني أسترجعها وأقول له إنشاء ملف. خلي بالكم أنت لو مشترك قديم زي حالاتي كده العملية دي بتاخد وقت. أول ما أقول له إنشاء ملف هيقول لي جاري إنشاء نسخة من معلوماتك. العملية دي بتاخد وقت، تقريبا بتاخد ساعتين 3 ساعات
لو انت حسابك قديم، لانه زي ما قلنا بيجيب لك كل العمليات كلها بلا استثناء. هتكتشف ان انت المحادثات هو مسجلها عليك الشات يعني، هتكتشف ان المنشورات اللي انت نشرتها، اي عمليه اعجاب، اي مقطع فيديو انت شاركته او حملته، يعني اقعدوا بقى انتوا شوفوا الـ شوفوا الـ يعني عيشوا بقى الذكريات والحاجات دي. طيب تويتر اعمل ده ازاي؟ يعني احصل على بيانات ازاي؟ ادي حسابنا في تويتر. هروح للاعدادات والخصوصيه، لو جبناها كده من الاول المزيد، بعد كده منها الاعدادات والخصوصيه، هبدا اروح منها للبيانات والاذونات. لو انت بتستخدم النسخه الانجليش هتبقى مور، من هنا المزيد، وبعد كده برايفسي سيتنج، بعد كده الداتا والبريميشن. هدخل لو هنا دخلت هقول له تنزيل بيانات تويتر خاص بك، هيقول لي دخل كلمه مرور. لو حطيت له كلمه مرور حسابي يعني، وهبدا اقول له انشاء، هيبدا برضه يكون لي ملف كده. تعالى نعملها مع بعض، مش مشكله، ما عنديش مشاكل، بس انا مش عايز ايه نطول وقت الفيديو. وقلت له تاكيد، خلاص هقول له انا عاوز تويتر او بريسكوب، لانه انت عارف هي نفس الشركه بريسكوب وتويتر. هقول له لا تنزيل الارشيف. لو انت يعني بتعمله اول مره هو هياخد برضه وقت، ويبعت لك ايميل، هيبعت لك ايميل ان بياناتك جاهزه ممكن تنزلها. لو قلنا له مثلا تنزيل الارشيف كده، هيقول لي ده تاريخ الانشاء 7 يناير، تاريخ انتهاء الصلاحيه، لانه اللينك ده محدود بشهر يعني. الحجم 2 ميجا، اوكي. طبعا انت فيسبوك هيبقى بالجيجات، لانه فيديو صور تويتر، انت عارف تويتر مجرد نصوص كده، وانا مش نشط قوي عليه يعني. اوكي، لو قلت له تنزيل البيانات هيبدا ينزل لي بياناتي على تويتر. لو فتحنا كده ادي الارشيف، لو فكينا الضغط عليه ادي البيانات بتاعتي، هتبدا تكتشف بقى كل العمليات، اللايكس، كل الفولور، كل العمليات اللي انا عملتها على تويتر، الميديا اللي انا اتعاملت معاها، مثلا الرسائل مثلا، واقول له اوبن. طيب ده عباره عن سكريبت، ممكن افتحه بايه؟ افتحه بالنوت باد. اتفضل، ادي الرسائل. تمام، يبدو ان انا كنت بتواصل مع جهه ما. ايوه اوكي، كل ده عباره عن رسائل، محادثات، الحمد لله ما عندناش حاجه نخفيها يعني. فانت بقى عيش حياتك زي ما قلنا كده، وابدا بقى عيش الذكريات بتاعتك. اوكي، طيب، هسأل سؤال بقى في الفيديو اللي جاي إن شاء الله، أو الفيديو بعد القادم. الفيديو اللي جاي هيتناول عمليات الخطط الأمنية اللي بتلجأ ليها المنظمات والشركات والأفراد في تأمين بياناتهم، وإن شاء الله هيبقى درس عملي يعني. الفيديو اللي بعد جاي بقى، اللي بعد اللي جاي يعني، هسأل سؤال وإجابته هتكون في الفيديو ده. إحنا خدنا عمليات التحقق، اتكلمنا عنها، خدنا بروتوكولات التحقق، وكان عبارة عن انه السيستم او الجهاز بيتحقق مني انا كبشر، صح كده؟ بيتحقق من كلمة مروري، بيتحقق من هويتي الرقمية، بيتحقق من اسم المستخدم بتاعي. ازاي يتم العكس؟ حد سأل نفسه السؤال ده. انا كبشر ازاي اتحقق من السيستم ده؟ السيستم امن ولا لا؟ الموقع الالكتروني اللي انا بزوره بشكل يومي، موقع امن ولا لا؟ النظام مع النظام ازاي يتحققوا مع بعض؟ حد سأل نفسه السؤال ده؟ إن شاء الله الإجابة هتكون في فيديو ما بعد القادم، واللي بنختم بيه الجزء ده من الكورس. أشوفكم إن شاء الله على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوتنا النهاردة يا شباب هتبقى عبارة عن استعراض النماذج الأمنية اللي بقدر من خلالها أنا كفرد
او مؤسسه او كيان او حتى نظام تشغيل استند عليها وانا بصمم الخطه الامنيه لتامين بياناتي ومعلوماتي. في اربع نماذج مشهورين جدا او فيما اعلم هم مفيش غيرهم يعني اللي بيستخدموا لتصميم اي خطه امنيه، سواء ولا انا ببني نظام تشغيل او ببني خطه تامين بيانات او ببني خطه ليا انا كفرد او كمؤسسه زي ما قلنا او شركه كبيره او كيان. هي اربع نماذج هنستعرضهم مع بعض مشهورين جدا، وهناخدهم بشكل ان شاء الله على قد ما نقدر بشكل عملي علشان نفهمهم كويس جدا. وخلي بالكم يا شباب انا عايز اكد على ان منهج الاساسيات الخاصه بامن المعلومات هو منهج في الاساس نظري، لذلك الناس بتمل منه، بيبقى فيه نوع من الملل من الرتابة. احنا بنحاول نشتغل عملي او نخلق بيئة كده عملية علشان نسهل للناس فهم المعلومات ونسهل للناس ان هي يبقى يعني عدم النسيان او عدم الملل. فبنحاول ان احنا نخلق بيئة عملية كده مننا، يعني احنا مش المنهج الرسمي مفهوش اي عملي ولا حاجة، يكاد يخلو من الحاجات دي الا قليلا يعني. تمام، اوكي، خلينا في موضوع النهارده. موضوع النهارده هنتكلم عن ايه يا شباب؟ خلينا نجيب البرزنتيشن بتاعنا. بيتكلم عن الاكسس كنترول موديلز، نماذج الوصول والتحكم. الموضوع ببساطه شديده جدا، عندي اربع نماذج هنقول تاني معلش اختصارا. عندنا اربع نماذج، ادي 1 2 3 4، هم دول اشهر النماذج اللي بيستخدموا لتامين او بيستخدموا في عمليات الوصول للبيانات والمعلومات. اسمهم ايه؟ اسمهم الاكسس كنترول موديل. اول نموذج معايا منهم هو نموذج ايه؟ الماك، المانداتوري اكسس كنترول. ماك يعني اختصار كل حرف بيشير لكلمه، مانداتوري اكسس كنترول. قال لي ايه ده النموذج ده يا شباب؟ مانداتوري يعني الزامي، ملزم او الزامي او غصب عنك يعني. تمام تمام. المانداتوري اكسس كنترول يا شباب هو اكتر امانا، او النموذج الاكتر امانا في عمليه الوصول للبيانات والمعلومات. طيب يا شباب، ببساطه شديده جدا بيقول لي المانداتوري اكسس كنترول ده حاجه الزاميه بتلزم ان اي حد حابب يوصل للبيانات والمعلومات ويتعامل معاها، سواء بقى بالتعديل بالاضافه بالحذف بمش عارف ايه، بيتعامل معاها بالحاجات ديت، بتلزمه ان ما يكونش مستخدم عادي. يعني ايه ما يكونش مستخدم عادي؟ طيب احنا قلنا ان عمليات الوصول للبيانات والمعلومات ديت لازم ان انا انظمها، مش اي حد ممكن يوصل لبيانات والمعلومات، صح كده؟ فبالتالي خلينا نفترض ان في منشاتين، منشاه أمنية عسكرية يعني، ومنشأة صحية خلينا نقول، أو مصنع أو منشأة عادية يعني. هل المنشأتين بياناتهم واحدة؟ يعني حساسية البيانات وأهمية البيانات في المنشآت العسكرية أو في الجهات السيادية نفسها نفس الحساسية بتاع البيانات ونفس الأهمية بتاع البيانات بتاع المنشآت الصحية أو الصناعية أو الاجتماعية؟ بالطبع لا. فبالتالي المنشآت السيادية ديت أو الهيئات الأمنية أو القطاعات العسكرية بياناتها لابد إن هي تكون مؤمنة تأمين عالي جدا لحساسيتها وأهميتها الشديدة. أوكي؟ فبالتالي الناس بتوع أمن المعلومات حطوا لي أربع نماذج إن بينظموا عملية الوصول للبيانات والمعلومات. أول نموذج معانا هو النموذج الأكثر تقيدا والأعلى أمنا، يطلق عليه نموذج MAC، Mandatory Access Control. كلمة Mandatory يعني إلزامي. يعني إيه برضو إلزامي؟ طيب ببساطة شديدة جدا حضرتك لو قرأت السطر ده كده أو السطرين، هم بيوصفوا لك يعني إيه الماك أكسس كنترول أو Mandatory Access Control. لو قرأناها كده بيقول لي إيه؟ المانداتوري اكسس كنترول اللي هو الماك يعني از ا سكيورتي استراتيجي، ده استراتيجيه امنيه، ذات ريستريكتس يوزر، بتمنع اليوزر، خلي بالك اليوزر العادي، هو هنا بيتكلم عن اليوزر انا وانت واي حد، اليوزر العادي
العادي يعني ايه؟ يعني اللي ملوش صلاحيات، مش يوزر، مش مسؤول كبير مثلا او عنده صلاحيات مطلقة، لا ده يوزر مجرد مستخدم، تمام؟ بيتمنعه من ايه؟ من ان هو يوصل للأوبجكت وريسورس، مصادر البيانات والمعلومات والكائنات وما الى ذلك، تمام؟ بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي ان علشان في نموذج الماك، علشان يقدر يتعامل مع البيانات والمعلومات لازم يكون ايه؟ ادمنستريتور. يعني ايه؟ خلي بالنا يا شباب ان اليوزر ده انواع، وكلنا تقريبا او معظمنا عارف ان اليوزر بيبقى فيه نورمال يوزر، بيبقى فيه باور يوزر، بيبقى فيه ادمنستريتور، بيبقى فيه انتربرايز يوزر او انتربرايز ادمنستريتور اللي هو ايه؟ الاعلى سلطه. زي في الحياه انا عندي مدير، عندي سكرتير، عندي رئيس، عندي اوكي، مش حياتنا كده. طيب في عالم الانفورميشن سيكيورتي او عالم التعامل مع البيانات برضو بيقول لي النموذج ده علشان حضرتك تقدر تتعامل مع البيانات والمعلومات في نموذج الماك لازم تبقى صاحب سلطه من نوع ادمنستريتور، غير كده حضرتك مش هتقدر تتعامل مع البيانات والمعلومات، لا هتقدر تعدل فيها وممكن تطلع، انما تعدل او تحذف او تحرر او تضيف او لا، مش مسموح لك على الاطلاق. خلاص كده يا شباب، النموذج ده احنا قلنا هو الاعلى امنا وبيستخدم في نظم التشغيل الاكثر امانا زي لينكس، تمام؟ وبيستخدم برضه في الويندوز هنشوف الكلام ده، تمام؟ لكن في لينكس بيستخدم بكثره يعني. وبيستخدم في المنشآت العسكريه والامنيه والجهات السياديه اللي هي البيانات بتاعتها سنسيتيف، حساسه، او على درجه عاليه من السريه والامان. خلاص تعالى علشان نفهم النموذج ده انت على شوفه عملي، هو هنا الشرح البسيط يعني بيقول لي ايه؟ بيقول لي عشان توصل تقدر تتعامل على تقدر تتعامل مع البيانات والمعلومات دي لازم تبقى ادمنستريتور، غير كده انا مش هسمح لك. طيب تعالى نشوفها عملي كده. لو رحنا طبعا انا داخل بمستخدم عادي جدا، انا داخل مش ادمنستريتور، انا صفتي ايه؟ نورمال يوزر، انا داخل مستخدم عادي جدا هحاول اتعامل مع بيانات ومع معلومات مؤمنة باستخدام نظام الماك. لو رحنا كده هنشوف ان ديت الملفات، انا بخزنها ملفاتي وبياناتي بخزنها في الجهاز اللي انا بستخدمه. هنا هنلاقي ملفات النظام نفسه، ملفات الاوبريتنج سيستم، ملفات نظام التشغيل اللي هو الويندوز اللي شغال عليه. لو دخلنا كده هلاقي ده المجلد الخاص بالويندوز بتاعي، صح كده؟ تعالى كده نحاول ان احنا نعمل اي حاجه وانا مستخدم عادي، يعني تعالى مثلا ايه نتعامل مع الخطوط اللي نازله مع نظام التشغيل، والله الخط ده مش عاجبني انا عاوز اشيله، فهقول له ديليت، شيلهولي لو سمحت. هنا قال لي ايه؟ قال لي لا حضرتك مش هتقدر تشيل الخط ده للاسف. ليه؟ قال لي لانه حضرتك داخل مستخدم عادي، انت مش ادمنستريتور، انت ايه؟ مش ادمنستريتور، تمام كده؟ طيب تعال نشوف مثال تاني. طيب هنا ملفات وبيانات المستخدمين اللي بيستخدموا الجهاز ده، لو دخلنا عليها كده هنلاقي واحد اسمه ايه؟ ادمنستريتور، وديني انا اهو الغلبان النورمال يوزر عادي جدا. تعال بقى نشوف نحاول الادمنستريتور ده ليه ملفات زي ما انا ليه ملفات. لو دخلنا عليها كده وحاولنا ان احنا مثلا نشيل الملف ده او نغير نعمله رينيم، بلاش نشيل، بدل ما هو اسمه في ال سي هخليه تي ار مش عارف ايه، اي حاجه. قال لي ايه؟ دي بقى رساله مفهومه اكتر يعني. قال لي يو نيد تو بروفايد ادمنستريتور بيرميشن، حضرتك علشان تتعامل مع الملفات والبيانات ديت لازم تكون ايه؟ لازم تكون ادمنستريتور، لازم تكون صلاحياتك صلاحيه ادمنستريتور زي ما هو قايل لي في البرزنتيشن بتاعنا بالظبط، علشان تتعامل مع البيانات لازم تكون ايه؟ ادمنستريتور. البيانات انهي بيانات؟ المطبق عليها نموذج الداك. خلاص كده يا شباب،
يبقى الدات ده نموذج بيطبق على البيانات والمعلومات لجعلها اكثر امانا من خلال ايه؟ من خلال انه تحديد المستخدم اللي هيتعامل معاها يبقى راجل ادمنستريتور، اي واحد غيره ما يقدرش يعمل اي حاجه. تمام كده؟ اتفهمت؟ اتفهمت. تعال بقى نروح لايه؟ للنموذج الثاني، نموذج الداك. قال لي الداك ده عكس الماك. انا في الماك كنت بدي التصاريح بتاعتي او حق الوصول لمين؟ ها؟ للسيستم ادمنستريتور. قال لي ان ده تقدير، يعني انا بقدر او بتخيل ان كل المستخدمين، احنا هنا بنتكلم على المستخدمين عادي بقى، سيبنا النموذج الماك اللي هو كان اكثر تقييدا واكثر امانا، وانتقلنا نزلنا درجه كده من الامان ورحنا للداك. في بيتم حاجه اسمها اكسس كنترول ليست. اكسس كنترول ليست يعني اختصارا عباره عن لسته كده فيها اسماء المستخدمين، عندي عبد الله، عندي محمد، عندي زيد، عندي عبيد. كل واحد في المستخدمين دول انا بقدر حاجته للوصول للبيانات، وعلى ضوء التقدير بتاعي ده بمنحه حق الوصول. خلاص، ده اختصارا يعني. تمام كده؟ هنا هو بيقول لي ايه؟ جايب لي سامبل كده، مثال. قال لي انا بقدر ان في يوزر مستخدم اسمه اي. تمام. قال لي انا بقدر، يعني انت كصاحب بيانات، راجل عندك بيانات وعاوز تحميها، فانت بتقدر ان المستخدم اي يحتاج يقرا البيانات دي، تريد ان يقرا بس ما يعدلش، فبتدي له صلاحيه ان هو يقرا. وخلي بالك هنا المستخدم ده مستخدم عادي مش ادمنستريتور زي النموذج اللي فات. بينما بتقدر ان المستخدم بي هيحتاج يقرا ويكتب، يعني يقرا بيانات ويعدل عليها بالاضافه. تمام. عندك كمان تقدير او كنوع من انواع التقدير الحاجه للوصول للبيانات، ان في عندك مستخدم كمان اسمه مستخدم سي. ده محتاج تديله فول كنترول، يعني تحكم كامل، يقرا، يعدل، يضيف، يشيل، يحذف، خلص. فبالتالي النموذج ده نموذج اسمه ايه؟ اسمه داك. داك يعني ايه؟ او مصطلح بيشير لايه؟ discretionary access control، يعني حق الوصول التقديري بناء على حاجة او ما اراه انا كمالك بيانات، بناء على الرؤية بتاعتي، تقديري انا لان الشخص الفلاني محتاج يقرا فبديله حق القراءه. الشخص رقم بي محتاج يقرا ويعدل فبديله حق الوصول والتعديل. بينما في مستخدم تاني هو انا مطلوب منه يقرا ويعدل ويضيف ويحرر ويعمل كل شيء. لو خدنا مثال كده من الحياه يا شباب، من الحياه او من يعني حياتنا العمليه اللي احنا بنحتك فيها من خلال الانترنت. لو عندي موقع الكتروني، انا كمالك الموقع هفوض شخص ان هو يضيف اخبار، وهفوض شخص تاني ان هو يضيف ويحذف ويغير التصميم، ويعني من خلال لوحة التحكم بتاع الموقع. بينما المستخدمين العاديين فقط اللي هو الزوار، يعني يعني تقديري انا انه زائر، مجرد زائر، فبالتالي هو هيطلع على البيانات فقط دون اجراء اي عمليات عليها. يبقى احنا كده خدنا نموذج الاثنين. اول نموذج خدناه اللي كان الماك، وقلنا ده اكثر تقييدا. خلي بالكم اللي حابب يمتحن يحصل على شهاده، ده سؤال من اسئله الاختبار، هيجيب لك كده خيارات ويقول لك اي النماذج التاليه هو الاكثر تعقيدا والاكثر امانا. فبالتالي وانت مغمض كده خلاص عرفنا، يبقى نموذج ايه؟ الماك. سؤال تاني ممكن يجي لك يقول لك منشاه امنيه بحاجه لتصميم نموذج لتامين بياناتها عاليه الاهميه، يبقى هتستخدم ايه؟ والله هستخدم الماك. سؤال تالت ممكن يجي لك كده، يعني شكل الاسئله بتبقى كده. تمام؟
يقول لك والله عندي عدة مستخدمين ومختلفي مثلا الأدوار أو مختلفي الوظائف، من خلالهم هستطيع أو هحتاج إن أمنح صلاحيات قراءة لسين من الناس، قراءة وتعديل لصوت من الناس، تحكم كامل لعين من الناس. فبستخدم نموذج أي النماذج؟ هستخدم نماذج الداك اللي إحنا واقفين عليه دلوقتي. ننتقل بعدين في للنموذج الثالث اللي معايا. ثالث واحد معايا ايه هو؟ ثالث واحد معايا اللي هو ايه؟ الارباك. وخلي بالكم ان النموذج اللي بعد كده برضو اسمه ارباك، ولكن هننتبه للنطق. ده اسمه ايه؟ رول بيست اكسس كنترول اهي، وانا كاتبها لكم اهي، والاو عليها فتحه كده، تمام. قال لي ده بيعتمد على وظيفة اليوزر نفسه أو دوره أو مهمته في العمل. يعني إيه؟ واحدة واحدة. أنا عندي شركة، الشركة دي فيها موظفين ولا ما فيهاش موظفين؟ فيها موظفين. طيب كلهم كده، كلهم هيشتغلوا شغلانة واحدة، ولا هتلاقي اللي شغال في السكيورتي في الأمن يعني، أو اللي شغال في السكرتارية، أو اللي شغال في الحسابات كمحاسب، أو اللي شغال في الإدارة، تمام كده؟ في موظفين متنوعين. فبالتالي هنا نموذج الوصول هيعتمد على الدور الوظيفي نفسه. حضرتك شغال محاسب، يبقى هل من المنطقي او من المعقول ان حضرتك تيجي تطلب مني الدخول لمركز بيانات الشركه، الداتا سنتر التابع للشركه؟ لا، انت راجل محاسب، ولكن انت دخولك هيبقى على جروب المحاسبين، صح كده؟ اللي هو ايه؟ تطلع على الحسابات، على الرواتب، تشوف ساعات التاخير بتاع الموظفين، تشوف غياباتهم، لان هو ده دورك الوظيفي اصلا. فبالتالي هنا نموذج الوصول للبيانات والمعلومات بيحدد وفق الدور او المهمه الوظيفيه اللي اليوزر شغلها. خلاص كده شباب؟ خلاص، يبقى ده ايه؟ الرول بيست اكسس كنترول. اخر حاجه معانا هي ار باك برضو، ولكن بتتنطق رول اهو، وانا كاتبها لكم اهو، رول يعني قاعده، رول بيزد اكسس كنترول. النموذج ده يا شباب هو طريقين إيه؟ ما فيش غيره، يا اما هتقلاه هتسمح بانه الشخص ده او المجموعه دي او الكائن ده يوصل للبيانات، يا اما هتديناه هتمنع، خلصت. وده بيتم باستخدام ايه؟ باستخدام اجهزه فاير وول، تمام كده؟ تمام. يبقى انا في النموذج اللي هو الرول بعمل رول سياسه او قاعده، يا بسمح يا بمنع. ما هو يا اما ادي للموظف انترنت، يا اما امنعه عنه، صح كده؟ يا اما اوفر له ريموت ديسكتوب، يا اما ما اوفرلوش، تمام كده؟ يا اما ادي له حق الوصول للبيانات، يا اما امنعها عنه، ما هي يا ابيض يا اسود. خلاص، ده بيتم ايه؟ هو حتى ايه اللي هنا؟ ده بيتم عن طريق الفاير. يبقى علشان ما نطولش وقت الـ او موضوع الـ الخطوه بتاع النهارده او الحلقه بتاع النهارده، احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا تقريبا كده فيما يخص الاوثرايزيشن، الصلاحيات والتفويض وحقوق الوصول للبيانات والمعلومات بتاعتي، وقلنا ان اشهرهم اربع حاجات: الماك، الداك، الارباك اللي هي الرول، والارباك اللي هي الروح. تمام، اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا وسهلا بالجميع في خطوه جديده من خطواتنا في الطريق لامن المعلومات. احنا في حياتنا اليوميه او تعاملاتنا في الواقع ممكن نقابل اشخاص يدعوا او يعرف نفسه على انه هو مهندس، دكتور، عالم. انت مطالب بالتحقق من صحة ادعائه، فكيف يتم التحقق من ادعاءات البشر؟ عرفنا في خطواتنا السابقة كمان انه في حاجة اسمها authentication، وهي تعني المصادقة، ودي بتتم في العالم الرقمي علشان النظام او الموقع او الخدمة اللي انا داخل احصل عليها تتحقق من بياناتي او من هويتي الرقمية. لكن سألت نفسك كيف يتم العكس؟ ازاي انا كبشر اتحقق من النظام او من الموقع الالكتروني او من الوجهة اللي انا داخل اتعامل معها؟
وللتأكيد على إن موضوع الفيديو مهم، أنا هسأل سؤال أخير وحنتخيل مع بعض إن أنا بمارس عادتي اليومية في تصفح الإنترنت، في الدخول على بريدي، في مطالعة الأخبار. هبدأ أفتح الإنترنت، خلينا نقول إن إحنا ممكن نفتح الموقع ده علشان نسأل السؤال التالي: ده موقع إيه وعرفنا إزاي؟ كتير مننا هيجاوب بمجرد ان هو يشوف الموقع ويقول ان ده موقع ياهو، وان هو بيتعامل معه بشكل دوري وعارفه كويس جدا. طيب السؤال اللي التالي او اللي بعده هقول لك: لو رحنا كده فتحنا الموقع ده موقع ايه؟ برضو كتير مننا هيجاوب ويقول ان ده موقع الاوتلوك او الهوت ميل، خدمة البريد الشهيرة من مايكروسوفت، ودي صفحة تسجيل الدخول زي ما هو واضح. وكل اللي جاوب الإجابات المنطقية ديت، خليني أقول لك للأسف إجاباتك غير صحيحة على الإطلاق، وإنك علشان تعرف الإجابة الصحيحة وعلشان تعرف كمان إجابات التساؤلات اللي احنا سألناها في أول الفيديو، تابعنا في الدقائق اللي جاية ولكن بتركيز شديد. احنا سألنا أسئلة، وأول سؤال كان إنه لو حد جانا مثلا وقال إن خبير في أمن المعلومات أو حاصل على المؤهل الفلاني أو خريج الجامعة الفلانية، يعني أنا لو قلت لك إنه أنا خريج جامعة هارفارد، فبالتالي أنا مطالب إن أنا أبين لك أو أظهر لك الشهادة اللي بتدل على ذلك. كمان أنت لو في حياتنا اليومية برضو وأنت بتبحث عن عمل، انت بتكتب في السي في بتاعك ان انت خبراتك 1 2 3 اشتغلت في المكان الفلاني، فاللي قاعد قدامك علشان يتحقق من صحة بياناتك بيطلبك احيانا ان انت تقدم ما يثبت صحة كلامك من خلال شهادة خبرة ايا ما كانت. لو حبينا نروح لصفحة تسجيل الدخول مرة تانية وقلت له هنا تسجيل دخول لو سمحت، هيطلع لي تقريبا نفس الصفحة. السؤال هنا بقى: هي دي الصفحة اللي صح ولا ديت اللي صح؟ مع العلم ان مفيش اي اختلاف ما بينهم. وعلشان نقدر نجاوب على الاسئلة ديت وغيرها، انا بطلب من الجميع التركيز الشديد. احييكم انا علاء امين مرة تانية. اهلا بكم مرة تانية. احب انوه ان ممكن يطول وقت الفيديو ده على غير العادة، واحب انوه مرة تانية انه الموضوع مهم. احنا بنتعامل مع العالم الرقمي تقريبا بشكل يومي ودوري زي ما اتفقنا. انا لو داخل علشان اشتري منتج من موقع زي سوق او امازون او نون او جوميا ايا كان، انا هحتاج اني اتعامل مع الموقع ده بادخال بياناتي وبيانات وسيلة الدفع الخاصة بي علشان تتم عملية الشراء. محتاج اني استوثق الموقع اللي هتعامل معاه او مقدم الخدمة ايا كان نوعها، سواء موقع اخباري او موقع بيع وشراء او موقع تواصل اجتماعي، هو ملزم ان هو يقدم لي شهادة تثبت امانه. شهادات الامان دي يا شباب بتبقى عبارة عن اثبات لهوية الموقع وإثبات إنه موقع آمن من خلال إنه مالك الموقع أو الجهة القائمة عليه بتروح لشركة من شركات الشهادات ديت، بتطلب منها شهادة أمان وبتدفع مقابلها مقابل مادي. والسؤال هنا: إزاي أنا أستطيع التعرف على إن الموقع ده بيحمل شهادة أمان أو لا يحمل شهادة أمان؟ الوسيلة الأشهر على الإطلاق هي ظهور علامة قفل قبل عنوان كل موقع إلكتروني للدلالة على إن الموقع ده فعليا آمن وبيستخدم شهادة أمان. تعال نشوف الموضوع ده عملي مع بعض علشان نفهم بشكل أكبر. أنا لو رحت الموقع الأشهر على الإطلاق اللي هو مستر جوجل، أفتحه كده، هلاقي هنا العلامة اللي أنا بقولها لكم. قبل كلمة جوجل هتلاقي في علامة قفل، هي العلامات تقريبا أكتر من علامة، ولكن أشهرهم على الإطلاق هي ظهور العلامة القفل ديت. لو رحنا كده استعرضنا المعلومات، هيقول لي إنه connection is secured أو الاتصال القائم دلوقتي بينك وبين الموقع ده اتصال آمن. أنا ممكن أستعرض بيانات الشهادة اللي بيستخدمها جوجل بالضغط عليها من هنا،
اقول له انا عاوز لو سمحت اظهر لي بيانات الشهاده ديت، هيقول لي سيرتيفيكت انفورميشن او معلومات الشهاده هي اصدرت لجوجل دوت كوم واصدرت بواسطه او الجهه المصدره للشهاده ديت جي تي اس، وهي فاليد او تاريخ انتهاء صلاحيتها حتى 3/3/2020. يعني تقريبا قبل التاريخ ده جوجل ملزم ان هو يجدد شهاده الامان بتاعته. شهادات الامان احنا زي ما قلنا ان احنا بنشتريها بندفع فيها قيمه ماليه، فبالتالي انت كجهه صاحب موقع او شركه تجاريه عندها موقع او موقع بيع وشراء، انت بتتجه للجهات المصدره للشهادات الرقميه، بتديهم بياناتك، بتديهم ما يثبت صحه كلامك. يعني مثلا انا فاكر انه من اسبوعين كان عندنا في العمل خدمه كده احنا يعني مطلقينها بتحتاج شهادة أمان، فبالتالي إحنا يعني تواصلنا مع جهة بتمنح شهادات الأمان ديت، فبالتالي هو طلب مني معلومات، أنت المدينة بتاعتك إيه، أنت النشاط بتاعك إيه، معلومات اتصالك إيه، وبدأ يتحقق مني من المعلومات ديت. يعني مش أي حد هيروح يقول أنا عايز شهادة أمان هيقول له تفضل خد شهادة أمان، لا، هي الموضوع مش صعب ومش سهل، ولكن هي وسيلة مشهورة جدا لوسائل التحقق. طيب عودا على الموضوع بتاعنا، قلنا ان احنا ممكن نطلع على معلومات شهادات الامان ديت من خلال الضغط على رمز القفل واستعراض بيانات شهادة الامان، وزي ما قلنا انه شهادة الامان ديت ادي شكلها بيكون او معلوماتها بتكون كده. لو رحنا الموقع تاني علشان نستعرض شهادة تانية من شهادات الامان، لو رحنا مثلا لموقع زي موقع لينكدين مثلا، هنلاقي نفس الرمز ظهر لي بالضغط عليه استعراض الشهادة، هيقول لي ان الشهادة ديت يعني اصدرت لموقع us.linkedin.com، اصدرت بواسطة ديجي سيرت باستخدام التشفير SHA to السكيور سيرفر CA او السيرفر المصدر للشهادات، ادي بياناته وانتهاء صلاحيتها هيبقى يوم 2/1/2021. يبقى احنا كده جاوبنا على السؤال ازاي اقدر انا كبشر اتحقق من مواقع الخدمات او من المواقع اللي انا بتعامل معها بشكل يومي من خلال شهادات الامان. طيب السؤال بقى كان ايه، كان الصفحة دي هي صح ولا الصفحة دي هي الصح، مع العلم ان الاثنين تقريبا واحد، او ده كان موقع ايه وحضراتكم اجبتوا ان موقع جوجل. الحقيقة ان ده مش موقع جوجل ولا هي دي الصفحة الصحيحة، هي دي الصفحة الصحيحة. عرفنا ازاي؟ لان الصفحة دي تحتوي على شهادة امان، وقال لي هنا الاتصال امن، وبالضغط عليها قال لي ان هي دي تثبت منها مايكروسوفت كوربوريشن، لو قلت له مزيد من المعلومات هيبدأ يديني معلومات عن شهادة الامان المصدر لها وتاريخ صلاحيتها وبتستخدم اي نوع من التشفير، كمان ممكن يقول لي ان انت زرت الموقع ده كم 105 مرة، حاجات كده ممكن تبقى تقعدوا ايه تستعرضوها مع نفسكم. بينما الموقع اللي انا سألت عليه في البداية ما كانش آمن لأنه مش موقع أصلا، دي صفحة مزيفة أنا عملتها لكم علشان أوضح لكم مدى أهمية الموضوع، ومدى أن أنت من النهاردة إن شاء الله طالما عرفنا وفهمنا أي موقع هتدخل عليه، سواء موقع خدمي، موقع بيع وشراء، موقع إخباري، أو موقع أنت شكيت في أمانه، أنت خلاص الوسيلة المتاحة بالنسبة لنا دلوقتي أسهل وسيلة على الإطلاق. خلي بالكم هي مش الوسيلة الوحيدة، لكن هي الوسيلة الأشهر والأبسط إن أنا أتحقق بها من المواقع الإلكترونية، من الوجهات اللي أنا بدخل عليها آمنة أو غير آمنة، هي شهادات الأمان. هنلاحظ هنا لو دخلنا في اللينك ده هيقول لي اتصال غير آمن، لو قلت له مزيد من المعلومات قال لي أنت مش متصل من الموقع ده بأمان، لأنه زي ما قلنا دي صفحة مزيفة. لو رحنا لجوجل برضو هي انا قدرت اعمل لكم صفحة مزيفة، اتمنى ما حدش يسأل انا عملتها ازاي، دي مرحلة ان شاء الله متقدمة شوية وبسيطة جدا على فكرة، يعني لو حد يملك خبرة بسيطة جدا هيقدر يعملها. هنا يا شباب احنا برضو يستدعينا شوية معلومات كده على موضوع اسمه فيشنج او التصيد. التصيد باختصار شديد جدا هو وسيلة من وسيلة سرقة البيانات بيتم
من نوع ده من اللينكات. يعني حد بيروح يزيف صفحه زي اللي انا عملتها لكم ديت او زي اللي احنا فاتحينها قدامنا، ويبعتها لك بقى في بريد، يبعتها لك في رساله قصصيه، ويقول لك والله انت بيانات ايميلك مثلا هتنتهي او الباسورد بتاعتك هتنتهي، لو سمحت خش اكد معلوماتك او خش اعمل استعاده باسورد او شيء من هذا القبيل. فانت بتضغط على اللينك، طبعا انت ما لا تملك الخبره الكافيه ان انت تتعامل مع الامور ديت، بتضغط بيحولك بقى على صفحه زي كده. خلي بالكم ان هنا احنا لو كتبنا اي حاجه وقلت له التالي، انا هقدر من خلال اللينك ده احصل على الباسورد بتاعتك. كنت في مره في تريننج برضو في يعني دوره كده بسيطه، وطلبت من احد الاشخاص ان هو يفتح اللينك هبعته له، وكان اللينك عباره عن صفحه تسجيل دخول لجوجل جيميل. الراجل بكل نيه طيبه دخل ايميله ودخل الباسورد بتاعته، وانا قدرت احصل عليها. وطبعا كان على سبيل التجربه، فانا اخبرته ان هو يعني انا قدرت احصل على، وهو للاسف ما كانش مفعل الخدمه التحقق بخطوتين او التو فاكتور اوثنتيكيشن اللي احنا اتكلمنا عليها سابقا، واتمنى ما تكونوش نسيتوها يعني. فانا حصلت على الباسورد بتاعته، ولكن قلت له ان خلي بالك غير الباسورد، لان الباسورد بتاعتك ظهرت عندي وادي الباسورد بتاعتك اللي دخلتها. فبالتالي انا هنا بشويه خبره بسيطه قدرت احصل على بيانات مش مخول ليا ولا مصرح ليا ان انا احصل عليها. علشان حضرتك ما تقعش في فخ التصيد، او ما تبقاش ضحيه لسرقه بياناتك ومعلوماتك الهامه، لو مشيت معايا بالخطوات اللي احنا ذكرناها، انه ما توحدش كلمات مرورك، ما تخليهاش سهله التخمين، او تستخدم اي كلمه انت مشهور بيها او اي هوايه ليك او اي يعني حاجه انت يعني يشار لك بيها، وكمان لازم يعني مزيد من الامان ان انت تستخدم التو فاكتور اوثنتيكيشن، والتعامل مع اللينكات يبقى بحذر شديد. ولازم اي موقع انت شاكك فيه او حتى مش شاكك فيه، يعني حتى انت بتدخل عليه بشكل يومي، لازم تبص على الرمز اللي احنا قلنا عليه اللي هو القفل ده. طيب ممكن ما تلاقيش القفل، ممكن تلاقي رمز تاني شكله مثلا درع او شكله اي شكل تاني، فقط المطلوب منك ان انت تضغط على الرمز ده. اوكي، الرمز هيقول لك اتصالك امن او غير امن. اتمنى اكون قدمت معلومات مفيدة لكم وبشكل مبسط ومفهوم بالنسبة لكم. انا عاوز بس اوريكم قبل ما ننهي الفيديو ده شكل الشهادة بتبقى ازاي. الشهادة احنا عندنا شهادة احنا كنا عاملينها في الكورس الاجر الجزء الثاني منه، علشان كنا حابين نتصل بشبكة غير اللي احنا عليها، وده برضو يعني حابب تعرفوا انه مش بس المواقع الالكترونية بتستخدم شهادات الامان، لا ده كمان الشبكات بتستخدم او فيما بينها باتصال من شبكة لشبكة، يعني من ماشين لماشين او من نظام لنظام، هو بيتعرف على بعضه برضو من خلال الشهادات. شكل الشهادة يا شباب بيبقى عبارة عن الشكل ده كده، لو استعرضناه مع بعضه بيفتح بالنوتباد، هنلاقي هنا عبارة عن نص مشفر غير مفهوم، اعتقد ان احنا اتكلمنا عليه او خدنا عليه هنت بسيط كده في الفيديوهات السابقة. ده بيبقى عبارة عن كود مفتاح كده مشفر، وبيبقى موجود في الموقع اللي حضرتك بتزوره، ونفس الشهادة ديت بيبقى فيه نازلة على جهازك. يعني الشهادة بتبقى شقين، شهادة في الموقع وشهادة معك انت. شهادة معك انت اقدر اطلعها ازاي؟ ده بيتم باني بستخدم الامر سيرت mgr دوت ام اس سي، يعني هتفتح امر تشغيل. بيتفتح منين؟ من رمز الويندوز اللي على الكيبورد ومفتاح الار او رم او حرف الار، بيبدا يفتح لك امر تشغيل او ران، بتكتب فيه الامر اللي ظاهر قدامك ده، تضغط اوكي، بيبدا يفتح لك نافذه كده فيها كل الشهادات المثبته على جهازك.
دي كانت يعني معلومة لكم أنتم، يعني اللي حابب يتقيد أو لا يتقيد أنت بالخيار. طيب يبقى احنا نأكد على ان موضوع شهادات الأمان هي وسيلة من وسائل التحقق اللي بيتم نظام يتحقق من نظام أو شخص إنساني يعني بشر يتحقق من موقع إلكتروني أو من وجهة في العالم الرقمي. وبكده هنكون وصلنا لأول محطة من محطاتنا في الطريق لأمن المعلومات اللي كانت بتتكلم عن إدارة الهويات والوصول أو الـ Identity and Access Management. من المفترض هيكون الفيديو اللي جاي مراجعة على المواضيع اللي احنا أخدناها من فيديو رقم 1 لحد الفيديو رقم 12 اللي هو الخاص بالشهادات الرقمية، الفيديو بتاع النهاردة يعني، وحنجاوب فيها على التساؤلات اللي وردت في التعليقات من الإخوة الأفاضل المتابعين. وكالعادة في بعض الفيديوهات لما بنحب نقيس مدى المعلومات المعرفية اللي احنا اكتسبناها من فيديوهات سابقة أو من الفيديو ده، هنسأل سؤالين علشان نقيس مدى الاستفادة أو حجم كم المعرفة اللي قدرنا نحصل عليها من خلال محطتنا أو من خلال خطواتنا السابقة. أول سؤال بيقول إيه هي شروط كلمة المرور اللي بتحقق مستوى أمان عالي؟ ما هي شروط كلمات المرور التي تحقق مستوى أعلى من الأمان؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، إيه هو النموذج الأعلى أو الأقوى أمانا في نماذج التحكم في الوصول اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الداك والأرباك والماك والحاجات دي كلها، أو ما هو النموذج الأعلى أمانا في نماذج التحكم في الوصول؟ بأكد يا شباب على إنه المتابعة في الفيديوهات والتعليقات والرد على الأسئلة هي اللي بتدينا حافز ان احنا نكمل في الطريق ده. طالما اتفقنا مع بعض ان احنا هنمشي في الطريق وماشيين مع بعض كلنا في النهاية بنتعلم مع بعض، يبقى من المفترض ان احنا برضو يبقى نسبة التفاعل تكون جيدة نوعا ما. ولاننا في النهاية اتفقنا على خطة معينة، واحنا قلنا ان احنا هناخد الطريق ده خطوة خطوة، كل عدد خطوات معين بيوصلنا لمحطة المفروض المحطة دي بنقف فيها كده بنلتقط أنفسنا علشان نكمل للمحطة اللي بعدها. فبالتالي من غير المستساغ أو من غير المنطقي إن إحنا نبقى ماشيين مع بعض 1000 شخص مثلا أو 2000 شخص وننتقل للمحطة التانية بعدد مثلا 10 أشخاص ولا 20 شخص. هنا لابد إن إحنا نكتشف إن في خلل. الأسئلة اللي احنا بنسألها هي بتقيس مدى المعرفة وبتقيس كمان مدى اهتمام الناس بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ومدى تفاعلهم مع الطريقة اللي احنا ماشيين بيها. أتمنى انه الأسئلة او السؤالين دول يعني بعكس الأسئلة الماضية ما كانش فيه نسبة تفاعل على الإطلاق، يعني تقريبا التفاعل أقل من 0.5%. أتمنى علشان نقدر نكمل في طريقنا انه نسبة التفاعل دي لا تقل بأي حال من الأحوال عن يعني 15 أو 10% على الأقل. يعني لو عدد مشاهدات الفيديو 1000 مشاهدة يبقى تفاعل الناس المهتمة من المنطقي يعني يكون 100، يعني لو أقل من كده يبقى في خلل في الموضوع وفي مؤشر على انه الناس مش هممها ان هي تكمل بالطريقة ديت او مش هممها الموضوع كموضوع. فأنا هنشوف إن شاء الله، هنقيس مدى تفاعل الناس مع الأسئلة ومع الموضوع، وعلى ضوء التفاعل ده هنقرر هل نكمل ولا نتوقف. أشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في نهاية خطوتنا في الطريق لأمن المعلومات. إحنا كنا بدأنا خطواتنا في طريق لأمن المعلومات وقلنا أن احنا كل مجموع كل عدد خطوات معين هيوصلنا لمحطة معينة ومنها حننتقل إلى المحطة الأخرى. في الحقيقة احنا كنا بنتكلم في محطتنا عن إدارة الهويات والوصول أو الـ Identity and Access Management. احنا لو بصينا على مكونات المنهج الخاص بالشهادة بتاعتنا اللي هي CompTIA Security Plus، هي بتنقسم إلى 6 أجزاء زي ما احنا شايفين. احنا خلصنا جزء واحد منها اللي هو ده، وهنا يعني فيما يساوي 16% من المنهج.
وكانت الخطه ان احنا هننتقل الى المحطه الاخرى اللي هي كانت هتتكلم عن Threat Attacks and Vulnerability او التهديدات والمخاطر والثغرات. ودي كانت مجموع المحطه ديت مع المحطه اللي احنا انتهينا منها، كان هيؤهلنا ان احنا ننتهي من تلت المنهج تقريبا، لانه 16 21 36 تقريبا اكتر من تلت المنهج اللي هو مجموعه طبعا 100%. اتكلمنا في ايه عن الخطوة ادارة الهويات والوصول، اتكلمنا عن تعريف الامن المعلوماتي، واستعرضنا الفرق بين البيانات والمعلومات، اتكلمنا عن بروتوكولات التحقق، اتكلمنا عن اهداف الحماية وانواع الحماية واقسام الحماية، واتكلمنا كمان عن التحكم في الوصول او نماذج التحكم في الوصول، وختمنا بالشهادات الرقمية. وحاولنا قدر المستطاع ان احنا نغلب الجانب العملي، وكنا بندي امثله كده عمليه من واقع الحياه حتى لو لم تكن موجوده في المنهج. يعني كنا الجزء الخاص بمراقبه البيانات عن طريق السوشيال ميديا عن طريق جوجل تحديدا والخرائط، والجزء ده مش هتلاقيه في المنهج لو حبيت تدرس المنهج الرسمي مع اي انستركتور تاني او في اي معهد او حتى مع نفسك من خلال السيلف ستدي، مش هتلاقي الجزء ده. ولكن احنا لأهميته شديدة احنا كنا بنحب نخلق جو من تثبيت المعلومة او جو من التشويق ونحقق اكبر قدر من الاستفادة. طيب الخطوة الجاية ايه ان شاء الله؟ الخطوة الجاية هي زي ما قلنا لكم كنا مخططين ان احنا هننتهي من او هنصل مع بعض لمحطة اللي هي بتتكلم عن التهديدات الثغرات والمخاطر، الفيروسات وانواعها وازاي نقدر نكتشفها وهي المؤشرات او الدلائل اللي كانت بتشير لوجود فيروس في الاجهزه بتاعتنا. كمان كنا هنتناول الاختراق، الانواع المخترقين وبعض الاساليب الخاصه بيهم، وكنا مخططين كمان ان احنا نغطي التهديد والخطر والفرق بين التهديد والخطر، اشياء يعني كنا هنتكلم عليها. حد ممكن يتساءل انت بتتكلم بصيغة الماضي كنا، هل مفيش انتقال للخطوة اللي جاية او المحطة اللي جاية؟ الحقيقة جواب السؤال ده انا ذكرناه في الفيديو اللي فات، ولكن نأمل ان شاء الله انه احنا ننتقل فعليا للخطوة او المحطة اللي هي بتتكلم عن الجزء ده، خصوصا انه الجزء ده اصلا في يعني واحنا بنحضر الكورس تقريبا كنا منتهين من المادة العلمية الخاصة به. لكن فيما يبدو ان احنا هنتوقف عند المحطة الاولى، يعني هنتوقف قليلا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نتوقف قليلا، ان لا يتم التوقف يعني كتير لسنة او سنتين او حتى اشهر. هنتوقف قليلا لاسباب كتير، منها ان احنا شغالين حاليا بنحضر لكورس كلاود، يعني كورس مختلف تماما عن امن المعلومات، كورس على الكلاود كومبيوتينج تحديدا على الايجور، فواخد تقريبا كل الوقت. من ضمن الاسباب برضو انه احنا يعني قلنا انه من غير المنطقي ان احنا نبقى مع بعض مثلا 1000 متابع او ما يقارب وننتقل للخطوة الثانية مع قلة، يعني تقريبا 10 او 15، الى الان تقريبا هم 16 او 17 اجابة على السؤال اللي فات، فطبعا اقل من نص من 10%، يعني نسبة ضئيلة جدا وضعيفة جدا. طيب هنجاوب دلوقتي على الاسئلة اللي قد ترد في اذهان الكثير. طيب حد يقول لي انا تبعت من الخطوة الاولى ومشينا مع بعض لحد ما وصلنا لانتهينا من ادارة الهويات والوصول وحابب اكمل، يعني حابب معلوماتي خلاص لسه فريش وحابب اكمل، هقول له من حسن الحظ انه المهندس حسن صالح هو اصلا كان بدأ الكورس ده تحديدا من حوالي سنتين ودلوقتي بيكمله، يعني دلوقتي هو نزل الحلقة 35 هي من حوالي 36 دقيقة، يعني هو مستمر في اكماله. انا ارشح ان انت تستمر مع المهندس حسن صالح فيما يعني احنا لو رحنا استعرضنا لستة الفيديوهات ديت هتلاقي هو بادئ برضو بنفس البدايات بتاعتنا كده، بيتكلم عن إدارة الهويات والوصول من فيديو رقم 1 وتعريف الأمن المعلوماتي والتحقق والبروتوكولز، شوف احنا وقفنا فين وابدأ انت كمل مع المهندس حسن صالح.
يعني اقدر منا واعلم منا في ما يتعلق بالانفورميشن سيكيورتي، وانا ارشح لك ان انت تستمر معاه ان شاء الله، وهتستفيد يعني يمكن اكبر من استفادتك معايا. طيب فيما يتعلق بالملخص المكتوب اللي احنا كنا وعدنا الناس بيه، انا تقريبا انتهيت منه، وان شاء الله هيكون متاح مع الفيديو ده. جمعت لكم كل الماده العلميه من فيديو رقم 1 تقريبا لحد الفيديو 12 مكتوبه باسلوب مرتب ومختصر، وكمان مدعم يعني بالصور علشان المعلومه تكون او نحقق بها اقصى استفاده. تمام، طلبت منكم في الملف لو استعرضنا كده اول صفحه هتلاقيها، هتلاقي هنا كاتب لك انا صفحه فارغه تركتها لك. ليه تركتها لك؟ هتلاقيني طالب منك طلب في اخر صفحه. ممكن حد يسال الطلب ده اعمله ازاي؟ ببساطه شديده جدا، الملف مفتوح اهو، هتلاقي هنا الشريط اللي هو بيسموه التول بار او شريط الادوات، هتلاقي رمز القلم ده اللي هو ادراج تعليق، عفوا ادراج توقيع اللي هو سيجنتشر. لو ضغطنا عليه كده هيبدا يقول لي اد سيجنتشر، لو ضغطت على اد سيجنتشر ديت هيفتح لي منطقه نص تكست بوكس كده اهو، وابدا فيه اكتب فيها النص سواء بالعربي او الانجليزي ايا كان. اوكي، فلو قلنا مثلا اهو وقلت له ابلاي وخلاص اكتبها هنا، انا كده كتبت او حققت المطلوب مني للي عاوز يحقق، يعني ليس فرضا على احد. وبكل بساطه ببدا احفظ الملف، هيتحفظ معايا عادي جدا بنفس النص اللي انا كتبته. قبل ما اختم احب اطلب طلب من الجميع، كلنا شايفين اللي بيحصل في العالم دلوقتي من الابتلاء المسمى فيروس كورونا او كورونا فيروس، وبطلب من الجميع الدعاء بان ربنا سبحانه وتعالى يزيل الغمة ويكشف ما اصابنا جميعا. يعني احنا شايفين ان العالم كله بادواته وتقنياته وتقدمه والاطقم الطبيه والمستشفيات والاطباء وميزانيات ضخمه جدا كلها يعني حتى الان لم تفلح، لسبب بسيط جدا، لانه الله سبحانه وتعالى هو القادر فقط على دفع الضر وكشف البلاء. علشان كده انا بطلب من الجميع الدعاء، التوجه لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء، وفيما اعلم قد يكون هناك شخص بينه وبين الله سبحانه وتعالى باب مفتوح او مستجاب الدعوه، فيعني ربنا يستجيب منه ويكشف الضر عن الجميع. قد يكون من المتابعين برضو ناس غير على مله غير المسلمين، احنا كلنا متضررين، مسلم يهودي مسيحي كافر ملحد، كل العالم متضرر، وكل العالم لابد ان تلجا الى اله واحد فقط، الله سبحانه وتعالى اله الكل، هو الواحد الاحد. كلنا لابد ان ندعو من القلوب ان لا يعاملنا الله سبحانه وتعالى بما نحن اهله، او لا يعاملنا بعدله، ولكن نساله سبحانه وتعالى ان يعاملنا برحمته، وان لا يعاملنا بما فعل السفهاء منا، وان يرفع مقته وغضبه عنا. ده كان طلب اتمنى من الجميع انه يحقق هذا الطلب ويغير من نفسه ويستغفر ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ويلجأ اليه بقلب صافي وبنية صافية، لانه كما قلنا ونؤكد الله سبحانه وتعالى فقط هو القادر على رفع هذا البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكمل الخطوة القادمة، ونحن فرحين باستجابة دعائنا، ونحن قد كشف الضر عنا وزال الخطر عن جميع الخلق. ويعني آسف الإطالة، وأراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.